واتساب في الاستاد مع كريم خطاب على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. مرحب بكل حضراتكم من جديد وكل اللي انضموا لنا في الاستاد. زي ما قلت لكم النهارده اتنين من نجوم الدوري المصري، حلقه كلها حكايات وذكريات وحواديت حلوه كتير، فتعالوا نرحب مع بعض كده باتنين من ضيوفي. محمود شيكو اللي تالق في المقاولين واتخانق عليه الاهلي والزمالك وبعدين راح الاهلي. برحب بك يا شيكو وسعيد بوجودك معايا. كريم انا اسعد، انا سعيد النهارده ان انا موجود معاك ووحشني والله. حبيبي اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله تمام. نور الدنيا. انا خليك. واحد من اللعيبه اللي ظهر وتالق في الزمالك لكنه ما كملش كتير في الزمالك فطلع بره وتالق جدا مع انديه تانية كتير، عامر صبري. برحب بيك عامر ومنورني. كريم حبيبي ربنا اخبارك ايه؟ بالتوفيق دايما ان شاء الله. حبيبي حبيبي ربنا يخليك. انا عايزكم انتوا الاثنين تقربوا المايكات عشان نستمتع بصوتكم الحلو ده مع بعض. كويس كده صوت عامر حلو. ايوه صوت عامر حلو جدا، ده انا لسه هتغنوني. تعال نبدا مع بعض. شيكو انت ابتديت في المقاولين تمام صح كده ولا كان في حاجه قبل المقاولين؟ لا في من ناشئين المقاولين. ناشئين المقاولين وبعدين ابتديت تتالق لحد ما وصلت فيرست تيم وابتدت عليك خناقه. فتعالى نبدا مع بعض كده من اول ما ابتدى يبقى ليك اسم جوه المقاولين في التشكيله وبقى في اسم محمود شيكو في الدوري ابتدى يظهر، ايه اللي حصل؟ انا قعدت في اختبارات المقاولين عادي زي اي ولد طموح عايز يلعب كوره. اختبرت في نادي المقاولين، قبلت تمام، قعدت سنه 2-3 في الناشئين ماشي. بعد كده طلعت الفريق الاول قعدت سنتين حلو، لعبت سنة يعني أول ما طلعت لعبت على طول يعني ماشي. السنة التانية، في السنة التانية ابتدى الاسم يتكرر والناس تبدأ تشوف وتعرف في لعيب كويس في المقاولين صاعد. كنت بتلعب ليبرو، كنت بتلعب مساك، كنت بتلعب هاف ديفندر تمام، بس يعني يمكن الفترة القديمة شوية كان موضوع الليبرو ده كان موجود يعني. صح بالظبط. قبل دلوقتي كده دلوقتي موضوع الليبرو ده انتهى شوية يعني بقى يتلعب لقدام ممكن بالزبط. قدام الأربعة بالظبط بالظبط. بس ف ابتدت الخناقة ولا كان في عروض عاديه الاول؟ لا ما كانش في لسه اي عروض. في السنه الثانيه زي ما قلت لك رحت المنتخب الاولمبي. الاول منتخب الناشئين كان الله يرحمه كابتن ابراهيم يوسف ماشي. وكابتن خالد جدال اوكي، وبعد كده منتخب الاولمبي كابتن شاو غريب وكابتن محمد صدري. ايوه من بعدها بقى ابتدى الاسم يتردد وموضوع الاهلي والزمالك. بس انا عشان اهلاوي يعني بس جالك عروض من الاثنين في وقت واحد ولا حاجه قبل حاجه؟ لا ده انا كمان في حاجه حصلت دي اول مره احكيها. قول. هو يمكن انا كنت جالي مكالمه من نادي الزمالك الاول. ماشي. فاكر من مين؟ من رئيس نادي الزمالك وقتها. كان مين؟ دكتور كمال درويش؟ لا كان مستشار مرتضى. والله اوكي ماشي. ورحت قعدت معاه في المكتب ماشي. يمكن بالكلام ده انا اول مره احكيه يعني ماشي. بس كان انا كنت مفروض اروح اقعد بس يعني اوكي، كانش الاهلي لسه اتكلم معايا وانا كنت صغير يعني ما كانش فيه وكيل. بس الكلام ده كان موسم كام معلش كده فكرني؟ ده كان 2002 تقريبا. 2002 ده كان دكتور كمال لسه النائب هو كان. لا كان هو رئيس النادي، لان حصل موقف جاي لك في الكلام فيه. بعد ما قعدت معاه في المكتب حتى انا كنت خدت معايا لعيب من المقاولين ماشي. قال لي تعالى نروح نقعد معايا لعيب في الفريق الاول. قال لي تعالى نشوف عايز ايه يعني. قلت له مش كنت صغير مش ما اعرفش يعني. بس عرفت وانا رايح ان العقود اللي بتتعمل هتتلغي. ليه بقى؟ ما انا مش عارف. كان ماشي. في فتره كده من الفترات العقود دي اتلغت واتعملت عقود جديده ماشي. فانا رايح عادي انا عارف الموضوع ده كنت عارفه يعني. فرحت وقعدت فلقيته بيطلع هات العقود يا ابني من مش عارف المكتب فانا يعني اللعيب اللي جنبي فبقول له عقود ايه انا جاي اقعد عايز اعرف الموضوع ايه قال لي لا ما تقلقش لقيت العقود طلعت وبيقول لي امضي. بس انت يعني ايه هتعرف الموضوع؟ انت رايح الزمالك اكيد هتمضي في الزمالك مش رايح تتعاقد يعني مش تعاقد او عايزينك يعني. ما هو انا عايز اعرف فيه ايه، ما انا كنتش عارف. ما انا بقول لك مفيش وكيل ولا في ايه الموضوع يعني. نادي الزمالك بيتصل بيا طب ايه وانا ما انا متعاقد مع نادي المقاولين. فاهم. بس لقيت الموضوع ابتدى يكبر واللي معايا ده قال لي امضي وما تخافش ماشي. طب امضي ازاي؟ بس انا كنت وانا رايح عارف زي ما بقول لك موضوع ان العقود دي ملغيه ماشي. فقمت ماضي فمضيت أوكي. ماشي بس ومشيت. يا ريت بس يا سياده المستشار الموضوع ده يفضل سر عشان موضوع النادي المقاولين ما يزعلوش. بس جه هو بعديها بثلاث اربع ايام بالظبط في برنامج حاطط العقود قال انا معايا عقد احسن ليبرو في مصر محمود شيكو ماشي. عمل لي مصيبه في النادي. عمل لك توقفت وخصم لي مبلغ كبير والله. وقفوك ماشي
حي. بس فبعديه قال لك العقود دي اتلغت، قلت الحمد لله. كلموني ما بقتش ارد بقى عليهم بصراحه. ماشي. بعدين جالك الاهلي. جه بعديها الاهلي يعني كلمني كابتن ضياء، بس ما كانش ماسك حاجه في النادي. ماشي. هو كلمني بس مجرد مكالمه عشان يعرف بس زي ما بيقولوا جس النبض يعني. اوكي. ايه الاخبار والنادي الاهلي محتاجك؟ قلت له طبعا انا موافق ومفيش مشكله. ماشي. كلموا المقاولين وظبطوا الامور رسمي. انا بس مش هقدر اعمل اي حاجه غير لما النادي يقول لي. بس قال لي بس احنا عايزين نعرف هل انت عندك النيه ولا لا. اوكي. تمام، موجوده النيه الحمد لله، وانا راجل اهلاوي والكلام ده. ماشي. اتكلموا في النادي وخلاص الموضوع يعني شبه بيخلص. جات لي مكالمه من كابتن محمود الخطيب. ماشي. الو مين؟ انا كابتن محمود الخطيب. ازاي كابتن؟ هنكت طبعا. لا مش ازاي كابتن، على طول اكيد هنكت طبعا. انا كنت واقف في الشارع سندت على العربيه وانا واقف في الشارع. قال لي معاك كابتن محمود الخطيب. قلت له ازيك كابتن، عامل ايه، اخبار حضرتك؟ قال لي احنا ان شاء الله انت هتبقى موجود معانا في النادي بس. قلت له كابتن انا طبعا شوف حضرتك عايز ايه واجي امتى وانا تحت امرك. اعتبرني جيت. بالظبط. بس وفعلا قال لي طيب خلاص بكره تبقى موجود في النادي الساعه كذا. حلو. هيكلمك كابتن عادل قيه ويظبط مع الاقص. كلمني كابتن عدي، قال لي احنا مستنيينك بكره في النادي. كل ده هم يعني يعتبر مخلصين الموضوع مع النادي. بس نادي المقاولين ما كلمونيش يعني. قالك عشان برضو يبقى الموضوع فيه شوية تركيز منك. ماشي. ما حدش كلمني في القصة خالص، جات سريعة يعني. ماشي. بس المبلغ اللي اتدفع في نادي المقاولين كان 750 ألف جنيه. كان رقم يعني طبعًا. كان رقم كبير طبعًا. في 2003 كان رقم كبير. ماشي. بس وبعديها قعدت بقى في أكمل لك بقى قصة. لا استنى بقى عشان اللي جوه الأهلي بقى في حكايات كتيرة قوي. لكن عامر انت بقى العكس، انت ابتديت في الزمالك. في مركز شباب الجزيرة أول حاجة. ماشي. تمام. ارفع المايك سنه لفوق كده، سنه ارفع لفوق. ايوه بس كويس كده. حلو. جيت في مركز شباب الجزيره وبعدين رحت الزمالك. مركز شباب الجزيره بعد كده الزمالك اشتراني وانا عندي 12 سنه او 13 سنه بالظبط. حلو. وكان ساعتها عبد الستار صبري معروف. كان معروف. كان معروف. كان منتخب اولمبي مع كل، وكان بدا يعني بطوله اسمه يتعرف بطوله زيمبابوي هراري دي. كانت فرقت جدا مع الجيل ده. ماشي. كان معروف شويه يعني. فهم مشترينك وهم عارفين ان انت اخو عبد الستار ولا لا؟ لا 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 مش عارفين. لا لا. ورحت قال لي يعني انا كنت في مركز شباب الجزيره. اوكي. فقلت له ابصر انا عايز اروح حته تانية يعني. فقال لي طب خلاص انا هكلمه في الزمالك، هكلم كابتن فاروق السيد الله يرحمه يعني، يكلم لك حد هناك ينزل يشوفوك. ماشي. ورحت وشافوني وقال لي خلاص انت معانا. انت معانا. حلو. فقعدت معاهم فتره اعداد وكملت وزي الفل وماشي كويس يعني معاهم. فجم يأيدوني لاني متعيد في مركز شباب الجزيره. ماشي. طب والحل ايه؟ قالك لا خلاص السنه دي ضاعت عليك، فهنستنى ايه السنه الجايه. ما روحش مركز كتير. فضلت اتمرن سنه من غير لعب. سنه من غير لعب. ماشي. في نادي الزمالك. ماشي. وهم صراحه كويسه منهم ان انا قاعد بتمرن يعني. ممكن يقولوا لي لا خلاص تعالى لنا السنه الجايه. لا قاعد بتمرن معاهم سنه. جيت السنه اللي بعديها يقولوا لي برده متعيد مركز كتير. وبعدين فقلت لهم طب انا هستمر على الحال دي لغايه امتى يعني؟ طب ما يخلصوا مع مركز شباب الجزيره. هو ده اللي حصل. فراحوا مكلمينهم وبتاع، فمش عارف دفعوا ساعتها 5000 جنيه على ما اعتقد. ماشي. فروحت بقى نادي الزمالك. حلو. قعدت قد ايه بقى في الزمالك؟ من 14 سنه لغايه الفيرست تيم. لا لحد ما لعبت شويه في الفيرست تيم. انت لعبت كذا ماتش. لعبت في ماتشات ولعبت واخد معاهم بطوله افريقيا، واخد معاهم كاس مصر، بس المشاركه مش كتير يعني. فاهم ازاي؟ بس انا كنت مقيد يعني مقيد فريق اول. بس سهل عليك انك ابتديت في الزمالك يعني، فكره انك تبتدي بره الاهلي والزمالك غير لما تبتدي فيه. طبعا. بص يا كريم، خلينا نبقى مقتنعين ان اي نادي في مصر يعني لما يجي يعيد لعيبه او بيجي يخطاطب لعيبه من بره او بتاع، بيسيب 5 اماكن اللي هم هيقعوا من الاهلي والزمالك. ناشئين، فريق اول بتاع. فدي فرقت معاك جدا يعني. انت اول ما فكرت ان انا همشي الدنيا كانت مفتوحه، كله كان بيكلمني. مين بقى عروض اللي جات لك اول حاجات ايه؟ على فكره ما كنتش همشي بقى برضه من الزمالك يعني. يعني انا كنت قاعد مع دروغزلاف. ماشي. فقعدت السنه دي ما كنتش بلعب خالص يعني. العب مره، اتحط في سكون مره، فعايز العب. انا عارف انت لسه برضو صغير وعايز العب. طبعا. دروغزلاف مشي وجيبوا كير. فبوكير كان بيحب اللعبه. كان سنه كام معلش؟ 2002 او 2003 في الرينج ده. 2001. لا او 2001 لا 2002 2001 انت بتتكلم على بوكير. هو ده في المره اللي بوكير المره الاولى. الاول دروغزلاف كان معانا. دروغزلاف شيكابالا لو تفتكر، اول ماتش شيكابالا اللي جاب في جول. هو عامر كان بيلعب اللي هو كان ماتش المحله. انا لعبت ماتش الصور بتاع مولين بتاع 4-2 لما مولين كسب 4-2. ماشي ماتش المحله اللي شيكابالا جاب فيه. الماتش اللي خلص عليا. انت لعبت الماتش ده وبعدها مولين ماتش سوبر. بيقول لك المولين كسب 4-2. ما انت عرفت هو كسب ليه المولين كده؟ عشان انت كنت موجود. لا هو لعب. لا ما كنتش بيلعب اصلا، ده كان بيتفرج عليا في التلفزيون.
ما راحش لاعب جايين يقطعوا بعض بقول لك لسه ما راحش لاعب فانت انت متخيل بقى فدي اول تعارف بينك وبين الجمهور وخساره كبيره خساره كبيره لاني بقى عايز اقول حاجه جات لي مكالمه كان ماسك المنتخب ساعتها برادلي مش برادلي طرديلي طرديلي بالظبط طرديلي وكابتن اسماعيل يوسف ماشي كابتن اسماعيل يوسف راح مكلمني في التليفون بعديها بيومين انا فاكر الموضوع ده كويس قوي كنت قاعد في ماكدونالدز باكل مش لازم تعمل اعلانات يعني كنت قاعد باكل فبيكلمني فقلت قال لي عامر ما تزعلش نفسك ما تضايقش الراجل بيتكلم عنك كويس جدا ماشي. وبيقول الولد دوت هيبقى ليه كويس قوي في مصر حلو هيبقى ليه مستقبل ماشي فابتدت الدنيا تتفتح لك في انديه ثانيه يعني لا كان الكلام ده بعد ماتش السوبر السوبر ده كان اول ماتش في الدوري وانت ما كانش في حاجه يعني ما كانش في عارف ان انت هتقعد ولا هتمشي لا ولا لا ايه لا خالص 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 ده بعد الماتش بعد ما خلص عليا الماتش بتاع السوبر دوت فانا قاعد متضايق ومخنوق وبتاع فلقيت الكابتن اسماعيل بيكلمني قال لي ما تزعلش نفسك والراجل بيشكر فيك بتاع منتخب مصر كان اسمه منتخب مصر ماشي قلت ايه هتفرق معايا في ايه يعني فقعدت السنه دي كلها ما العبش يعني العب ما العبش شويه اتحط ما اتحطش فجي بقى اخر السنه فالمفروض بقى كلمونا ان احنا نرجع فتره تعديل مع بوكير قلت لهم لا انا مش جاي اصلا مش خلاص لا خلاص مش جاي فعايز العب فقلت لهم لا مش هاجي فكان مين اللي مكلمني الجيش قال لي خلاص انا الناس عايزينك هناك ست مشير يعني رحمه الله عليه فقال لي فقال لي خلاص انا هجيب اخوك عندنا ماشي فروحت بقى نادي نادي الجيش لعبت على طول من اول ما لعبتش برضه والله يعني انت رحت هناك لعبت بجد والله العظيم وبعدين يعني اسال شيكو يعني شيكو كان معايا في الجيش قعدت 13 ماتش ما بلعبش ما تلعبش ماشي قلت لا ده لعيب فيا بقى قلت لا ده في حاجه غلط مش موضوع زمالك ده لا 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 كده في حاجه غلط والله العظيم اسال شيكو يعني ماشي احبطت طبعا جدا والدنيا لا ما بعرفش حاجه اسمها احباط يعني ماشي ايه اللي حصل طيب لا حياته مع الياس يعني ماشي فالدور الاولاني خلص ما لعبتش خالص حلو الدور الثاني بقى كان مفيش سرد باكات فانا كنت بلعب ديفندر وباك رايت حطوه فيه خلاص فتعالى العب قالوا لي يا عم تلعب مساك قلت لهم هقف جون هقف جون يلا انا عايز العب فلعبت مساك فلعبت مساك انت فاهم ازاي فكان عمرو بيتجوز عمرو عادل وكان وليد اصلا موقوف ومش عارف مين كان تعبان ومين كان تعبان فمفيش غيري ماشي فسبحان الله بدات اول ماتش الاسماعيلي على محمد صلاح ابو جريشه سرد باك طبعا يعني انت مش متخيل يعني طبعا عملت ماتش عمري ماشي يعني ساعتها كمان سيادة المشير بعت لي مكافأة خاصة وبتاع فعملت ماتش عمر 13 ماتش الدور الثاني اساسي ولا ماتش عط اساسي ولا ماتش عط مساك مساك ماشي ساعتها بقى انطلقت بقى ابتدت بقى من هنا مشوارك لا يعني. خلاص ما بقتش اقعد يعني فاهم الحمد لله بقتش اقعد خلاص في الجيش يعني طيب نرجع بقى لشيكو في دخلتك جوه الاهلي انت داخل في فترة زحمة وفيها نجوم برضو يعني الدنيا كان في نجوم بس كان لسه بيبنوا يعني بالظبط كده بس قصدي بيبنوا وفي زحمه يعني في لعيبه جايه وفي لعيبه ماشيه وفي مذابح بتحصل السنه الثانيه هي اللي ابتدت الناس يعني ابتدت بقى يعني اسلام الشاطر وابو تريكا وبركات والنحاس كل ده ابتدى يجي الثانيه الاولانيه كانت الدنيا بتتبني لسه كان كابتن هادي خشبه ويعني كان لسه بيبنوا اللي هو كان الناس بتمشي او بتخلص وناس لسه هادي بالظبط دخلتك كانت دخله سهله جوه يعني جوه اوضه اللبس جوه اللعيبه لا 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 كان فيها صعب. طبعا رهبه و كانت صعبه كانت صعبه جدا ما حدش اخد بايدك ورحب بيك وكده كان اصل هو يعني كان شيتوس برضو كان المفروض ان هو يعني احنا اصحاب انا وشيتوس صحاب يعني فهو يعني كنت وانا وشوقي برضو كان جاي في السنه دي معايا فكنا بالظبط كنا يعني يعتبر قريبين من بعض الفتره دي بس وكابتن هادي برضو كان بيكسر الحته دي للناس اللي لما بتيجي من بره بصراحه اوكي وبعدين ابتديت تلعب امتى بقيت تحط رجلك في الملعب امتى حطيت رجلي بس مش كتير ماشي يعني برضو ما لعبتش كتير في خلال السنتين ماشي يعني خدنا بطوله افريقيا وخدنا الدوري اللي هو اتحسم من بدري لو تفتكر في الكليه الحربيه فاكر انت اللي هو كان ايه حسمنا كان بدري كده 2004 2005 تقريبا اللي هو بعد الزمالك ما اخد الدوري انتوا الدوري اللي بقى اللي هو بعد الزمالك على طول ماشي بالظبط ماشي ده كان غالبا 2005 ابتدى بقى في السنتين احس برضو انت عارف انت لما تكون برضو مش هحسب يعني السنين بتاعت الناشئين بتاعت المقاولين احسب السنتين في الفريق الاول رغم ان كان المقاولين اسماء يعني كان برضو فرقه تقيله محمد عوده ده انا هقول لك التشكيل اللي في الملعب وهحط نفسي ماشي كان محمد عوده هيثم حسين علي عاشور ممدوح عبد الحي تامر مصطفى سامح يوسف ايمن زين بابا اركو يا سلام روبرت كروي طبعا مصطفى مارين احمد صابر وطارق سليمان عقباوي كان ثالث كمان يعني احمد صابر وطارق سليمان عادل رامي كان معاه خالد نبيل كان شايف الاسماء دي كلها كان الوحيد الصغير اللي فيه ايوه طبعا فما تلعب في وسط كل المجموعه كنت بتلعب بلعب اساسي واخد وضعي فاهم خلي بالك يعني فيه. مش قوي كده
مش انت استنى بس انت دورك جاي بس خلص مش اللي هو واحد وخلاص ماشي. ف عارف برضو احساس ان انت في وسط المجموعه دي وتحس ان انت هم مكبرينك قوي من لعيبه ومن خارج من ماشي. كان مدير الكوره كان كابتن جمال عقاد كان بيحبني قوي ماشي. كابتن احمد رفعت كان موجود برضو كابتن عبد العزيز عبد الشافي فكل دول لما جم برضو الكلام كله يعني زي ما انت وموجود حلو قوي جميل ماشي. فلما تروح الاهلي الاهلي نادي كبير وصعب جداً. انك تفرض نفسك وتخش مش سهل خالص طبعا. وبرضو خلي بالك يعني خلينا برضو يعني انا جيت في وقت كان ابراهيم سعيد موجود اصلا بس كان في مشاكل يعني كان بيفنش الموضوع يعني نفس ستايلك في ان انت كان بيلعب ليبرو وكان بيلعب برضو في حته يعني تانية يعني ابراهيم بس يعني دماغه غريبه شويه طبعا. ابراهيم طبعا. يعني مثلا مره انا فاكر موقف بعد ما مشي لقيته بيكلمني بيقول لي انت لبست رقم 4 ليه من غير ما تستاذن هو كان مشي اصلا مشي فانا دي غريبه قوي يعني حتى بصيت للتليفون بيقول لي اكيد بيهزر لا كان بكام بجد كان بكام جد ممكن اكون مش فاكر ده يعني انا متاكد قلت له ايه رديت عليه قلت له ايه قلت له ازاي يعني انا مش فاهم انت بكام جد بتهزر انا طب البس كام قال لك لا بتكلم واحد قال لك لا بتكلم بجد وبعدين المفروض كنت تستاذن وبتاع فهو كان غريب شويه ابراهيم في الاول خلي بالك ابراهيم سعيد ده لو كان يعني مركز في الكوره 100% كان ايه لا ده والله كان راح طب انا هقول لك على هو في حته ثانيه طول ما هو كان بيلعب بصراحه ومركز في اللعب لا ابراهيم سعيد كان يعني ما جاش زيه طبيعي طبعا كان سابق ايوه صح والله مش طبيعي ابراهيم سعيد لو موجود دلوقتي مش هيبقى موجود في مصر لا ده حقيقي عشان كده بقول لك انا مثلا زعلت انه راح انجلترا ورجع على طول يعني كان ممكن يكمل ويبقى نجم كبير برضه ميدو قالها لما كانوا مستضيفينه قبل كده في برنامج قال يعني هو لما كلمه الراجل قال له ده مش طبيعي الراجل رئيس النادي تقريبا بتاع ايفرتون اللي كان قال له ده موجود فعلا الشخص ده موجود هاته فيعني لا هو ابراهيم كان في الكوره لعيب كبير مش عايز اتكلم مش طبيعي ماشي فانت في مكانك كان في ناس كان ابراهيم بيخلص ومشي وقعدت انا سنه هي بس موضوع مانويل جوزيه لما جه هو يعني هو سلاح ذو حدين اللي هو عمله اللي هو موضوع ان انت ماشي وانا كنت برضو في الملعب يعني بحب العب كوره شويه ماشي. مش بتاع تغبيط انا مش مثلا من المساكين لا انت من المدافعين اللي كورتهم عاليه شويه الجمعه واحمد السيد لا انا يعني بحب العب كوره في موضوع الليبرو ده كنت اسيبهم يخبطوا ويدمروا بعض وانا اخد الكوره وانا اللي اتصيد في الاخر ماشي فانا كنت احب ده فجوزي قال لك لا هو ده ينزل في نص الملعب نص الملعب يعني مش هلحق اخد نفسي اصلا ماشي يعني وكان برضو الحته دي ابتدت تتزحم مش عايز يجري والحته دي كمان ابتدت تتزحم انت شوقي موجود شوقي وحسن وحسن مصطفى موجود وكان ساعتها مين كمان جاي او مين موجود حسام عاشور كان لسه طالع حسام عاشور كان موجود كان لسه طالع وكان جوزي خلي بالك كان بيضرب بيه المثل يعني في تمرين من التمارين انا بفتكر معاك دلوقتي انا في تمرين من التمارين كان تمرين باس معمول اللعيبه كلها مش عارفين نعمله مش عارفين يعني بنغلط فيه عمالين بنغلط فيه فكان هو لسه طالع فوقف التمرين قال اجيب لكم الولد الصغير اللي لسه طالع يعلمكم ازاي تعملوا التمرين فحسام حسام حته الباس والاستلام عنده تسليم وتسلم عنده حكايه يعني نموذج ف ده موقف من المواقف يعني فموضوع بقى ان انا العب ديفندر العب مساك اوقات كنت بلعب باك رايت بالظبط فحاجات يعني باك رايت برضو دي كانت بالنسبه لي غريبه بس في نفس الوقت ايه يعني زي ما عامر قال لسه كان بيقول لما ما بتلعبش بتبقى عايز تمسك في اي فرصه طبعا وانا برضو عشان يعني احقاقا للحق يعني انا ممكن يكون في سنه كسل شويه يعني هو ما غلطش انت فعلا عندك والله سنه كسل عندك حته كسل يا ابني جاي لك استنى بس كسل إيه؟ كسل ولا انت ما انا هقول لك جوزيه قالها لي قال انت لعيب ممتاز ممتاز بس اول ما بلعبك بتنام في الخط اول ما اقعدك تموت نفسك تجبرني ان انا العبك ممكن انا اكون من النوعيه دي فانت عندك حته يعني. عندك حته كسل وعندك حته يمكن بتاثر عليك اللي هي الجزء النفسي بيأثر على مستواك جدا ما تعرفش تفصل لان لو برضو احكي لك على موضوع المشايين من النادي الاهلي ازاي دي دي غريبه قوي انا اللي طلبت اصلا يعني انت اتخانقت مع جوزي لا مش خناق ما اتخانقتش امال ايه بس هو في وقت من الاوقات انا كنت طلبت بقى انا لقيت نفسي ما بلعبش بقى في اوقات قعدت كده مش بلعب خالص وانا بعد الموسم الثاني في الموسم الثاني في الوقت ماشي. بقى اللي الاهلي ابتدى يتزحم وخلاص الموضوع يعني بقى صعب أوكي. المشاركه لاي حد يبقى موجود يعني او ماشي. يدخل في الفرقه ماشي فلقيت نفسي ما بلعبش قلت لهم يا جماعه انا عايز امشي
ازاي تمشي من الاهلي يعني، حتى هم استغربوا يعني مش اي حد يقول ان انا عايز امشي من الاهلي يعني، كل الناس بتتمنى ان هو تعدي بس جنب ده بجد على فكره. في حد قال بس مش فاكر مين، قال لك انت لو عديت من سور النادي انت كانك خدت بطوله، ودي حقيقه. فقلت لهم لا انا عايز امشي، انا مش جاي، انا اسمي لعيب كوره مش احتياطي كوره، انا يعني عايز العب كوره، عايز العب، فانا مش هقدر اكمل. ماشي طب هنشوف الاخبار ايه، الدنيا ايه. فشوقي قال لي اصبر، محمد شوقي قال لي اصبر شويه، وقلت له لا شوقي انا مش قادر خلاص وعايز امشي. طب عايز تعمل ايه؟ همشي اروح اي حته. ماشي. فالفتره دي كانت تقريبا الحاج سيد متولى الله يرحمه كان يعني دخل في القصه، قال ان انا عايزه ومش عارف ايه. جه النادي. ماشي. جه النادي كان موجود يوم الصبح الجزيره. اوكي. وكان جوزيه كان في الاجازه بتاعته. حلو. كلموه قالوا له في كذا كذا وعايز وخلاص جاي الراجل، المفروض الموضوع بيخلص شيء. يعني قال لهم لا انا محتاجه. ماشي. ومحدش كلمني في الموضوع ده، وقام قافل السكه في وفوش اللي بيكلمه. ماشي. بس ف جوزيه لا هو قصده قفل في وش مين؟ ماشي هقول بعد ال يعني انت عارف بعد ما خلص. ماشي. عشان لما خلص اما ايه اللي ورا يعني اللي كان بيتكلم قال لي انت عاجبك كده والله. قلت له قال لي قفل في وش. ماشي. بقول لك الحاج سعد كان موجود. لا المكالمه دي كانت قدامك يعني؟ قدامي. قال لي عاجبك كده، اصل انا عارف مين غالبا يعني. طب يعني بالظبط. ماشي. طب مش تطلع اغنيه؟ طيب لا شويه كده، دقيقتين كده ونعرف. ف بعديها الموضوع بقى زاد هم عليا، مش ان انا موجود في النادي الاهلي طبعا، يعني هم ان انا عايز العب. ماشي. وكنت عايز اخرج العب وارجع تاني. اعاره طلعوني اعاره. مش همشي. طب طلعوني اعاره. فدخلوني في صفقه متبادله او صفقه تبادل بمحمد عبد الله. ماشي. مع الاسماعيلي لو فاكر. اوكي. الفتره دي رحت الاسماعيلي، بس برضو كانت سنه مش حلوه خالص. ما اتبسطتش انت في الاسماعيلي؟ لا مش ما لحقتش العب. انا قصدي كده يعني ملعبتش. اول ماتش بحط رجلي في الملعب كنتش لسه سخنت. ما هو انا رحت متاخر. الله يرحمه ايمن رمضان قال لي خلي بالك انت تلعب الماتش الثاني مش الاول. هو كان لعيب امس كابتن الفرقه. طب فبقول له ليه؟ قال لي عشان انت لسه جاي وكده فهيلعبوك الماتش الثاني، بس انت كان في كان ماتش القناه الاولاني. فكنت قاعد احتياطي. قال لي هتنزل هو تلعب الماتش. وعارف كل التفاصيل. الله يرحمه. كان يعني سيطر جوه النادي. ماشي. كان وزنه زايد شويه، بس كان هو لازم يبقى موجود ايمن في النادي يعني. فقال لي انت حكى لي السيناريو اللي هيحصل يعني. قلت له طيب تمام ما عنديش مشكله. ففعلا ده حصل يعني. اخر ربع ساعه قالوا لي قوم سخن، وما سخنتش من ضمن الكسل اللي انا لسه كنت بتكلم عليه. ده بجد انك ما سخنتش. ما سخنتش. لا رحت قايم لابس ونازل. ماشي. حطيت الجزمه ربطت ولا اطلاطه. شكرا سلام عليكم. نازل. بص الصدفه بقى برضو كان محمد فتحي حارس مرمى. قال لي شيكو معلش انا رجلي بس وجعاني. تعالى شوط بس ضربه المرمى دي. شطها اتعورت اقسم بالله رجلي. حظك وحش يا باشا. منشأ الاماميه مش اتخلع. كملت الربع ساعه وانا بعرج وما قلت لهمش ان انا اتصبت. طبعا انا لسه جاي. ايوه لسه لسه بقول يا هادي انا لسه واصل اسماعيليه الشنط ما اتحطتش حتى. بس ف اتصبت. قعدت شويه طلعت قلت لهم انا حصل كذا كذا ففي ناس افتكرت ان انا جاي مصاب. طبعا ما ملحقش. وفي ناس تانية ماشي مقتنعه بده ان ده منشأ الاماميه، ماشي عنده مزق في الاماميه هيتعالج ويخف وخلاص يعني مفيش مشكله. اقعد اسبوعين اعمل الجلسات بتاعتي تمام قوي، انزل الملعب تقسيمه اشوط تك رجلي نفس الكلام. قعدت فتره شهر اتنين تلاتة نفس الكلام وانا جاي اعاره من الاهلي. ماشي. كان دكتور عبد المنعم عماره تقريبا كان رئيس النادي الاسماعيلي. هو كان بيحبني يعني كان راجل محترم وقال لي قوي. فقال لي احنا هنعرضك على دكتور احمد عبد العزيز. حلو. قلت له ما عنديش مشكله، بس دكتور احمد عبد العزيز ده انا عارفه ان هو اخصائي عظام يعني. بس ماشي ما عنديش مشكله مش قلقان من حاجه يعني. انا عارف ان انا سليم والسنين دي كلها الحمد لله ما جاليش شد اصلا. فنزلت الدكتور احمد عبد العزيز بص في التقرير قال لي انت ايه اللي جايبك هنا؟ قلت له حصل واحد اتنين تلاته. قال لي ماشي بس يعني كشف عليا قال لي بس اللي عندك ده انت عندك شد او مزق في الاماميه. تتعالج عادي جدا وتنزل ملعب. ماشي. ما عندكش اي حاجه. ماشي. رجعت ما قلت لهمش بقى بصراحه كنت خلاص بقى يعني قعدت اربع شهور بتصاب. لا رجعت يا ربي رجعت تاني قلت لهم حصل واحد اتنين تلاته عشان برضو ما يقولكش ده نزل.
كان بوكير بقى اللي موجود ساعتها. كان الاول ما كانش كان بوكير، لا كان كابتن اشرف خضر كان موجود بس ماشي. جابوا بوكير قال لهم ماشي تمام انا عارفه بس يعني يلعب، انا عايزه يلعب ماشي. فاستعجل على لعبي برضه حلو، طب اتعالج كويس والعب ما عنديش اي مشكله، انا جاي العب دي عارة يعني، انا جاي العب مش جاي اخد فلوس وخلاص، حتى الفلوس كانت قليله يعني مش كتير. فنفس الكلام اتعورت تاني. اتعالج برضه في ماتش ودي في القريه الاولمبيه نفس الكلام، انزل اتمرن ماتش ودي عايز اشوفك، ما انا حاسس ان انا المره دي مش سليم فانت هتنزلني، انا حاسس ان هتعور. بس انا ابتديت تتسرسب منك وانت متعور كتير بعد دي. رجعت بقى ماشي، قلت لا خلاص انا كده كفايه، حتى وانا خارج يعني زي ما تقول اتخانقت معاه شويه اللي هو انت كده يعني انت ببساطة انا قلت لك ان انا مش سليم مش هذا. فطبعا هو كمان لما اتخانقت معاه قال لي انا فاهم، قال لي انا فاهم انت بتقول ايه يعني، انا فاهم عربي كويس. جدا فاهم عربي جدا كتير. وانا كمان حتى ما كنتش ببص له، بس كنت بزعق جامد للدكتور لما زعلت دي ثالث مره تجيلي وانتوا كده يعني انا هتبهدل رجليا فقلت له انت يعني بتكلم عامه يعني انت كده عاجبك اللي حصل ده، فقال لي انا فاهم انت بتقول ايه يعني، ف يعني ما تقولش حاجه وحشه ما تكترش يعني عشان ايه معناه ما تغلطش نفسك. بس فسبت النادي وقلت له ما مش قادر اكمل ومش محتاج يعني مش عايز خلاص بقيت فلوسي ولا مستحقاتي وانا خلاص انا هنزل مصر يعني. حلو، انا بشكركم على الفتره اللي انا ما قدرتش شافتكم فيها بس دي حاجه غصب عني مش بمزاجي يعني. طب استنى بقى نقف اسماعيليه ونرجع تاني طلائع الجيش. انت رحت طلائع الجيش وانت جاي من الزمالك 13 مباراه مسكت نفسك وقفت على رجلك، ومن ساعتها وانت بقى خلاص بقيت واحد من اللعيبه الاساسيه في الفرقه. الحمد لله ما ده عاش معايا برضو جالك هو بعد كده. انت قعدت بقى بعد ال 13 موسم دول خلاص بقى ليك اسمك في الفرقه. لا خلاص بقى الحمد لله السنه اللي بعديها كانت اول سنه اللي بقول لحضرتك عليها دي كان مع كابتن حسن مجاهد الله يرحمه. الله يرحمه من المدربين يعني بص الكبار، عمل تاريخ مع المنصوره عظيم يعني رغم اللي هو ما لعبش معاه 13 ماتش في الدور الاولاني، لكن لا من المدربين اللي بحترمهم جدا بتفق معاك يعني. واكتشف ناس كتيرة وعمل فرقه حلوه. انا واحد من الناس ما كنتش متخيل هو كده. لا لان هو كمان خلي بالك كابتن حسن ما هوش مدرب اهلي وزمالك ولا مدرب يعني منصوره، مع كامل حبي للمنصوره بس ما كانش اسم قبل ما يبقى مدرب كبير ويعمل فرقه الجيل الذهبي للمنصوره اللي هو عمله بايديه ده ما كانش حد عارفه يعني. قبلها احنا كقاهرويين وبتاع ما كناش نسمع عن كابتن حسن غير لما عمل الفرقه دي المنصور. فبرضه انت دي حقيقة. مش عارف هو عامل ازاي، ما سمعتش عنه وهو لعيب كان عامل ازاي وهو صغير. خلينا مقتنعين برضه يا كريم ان نادي المنصوره طول عمره نادي كبير. مش عايز كلام بس كمان اتعرف قوي بقى كابتن حسن كمدرب كبير في الفتره الذهبيه للمنصور اللي هي لعبوا افريقيا وخدوا ووصلوا نهائي كاس وكانوا بيكسبوا الاهلي والزمالك يعني. لا كانوا عاملين فرقه جامده وطلعوا بص اسامي عامله ازاي، فرقه يعني كلنا فاكرينهم. لا صدروا لعيبه كتير جدا كلنا فاكرينهم يعني. اسماعيلي ومصري كله لا لك فرقه نار يعني. يعني ما كانش في فرقه في مصر ما كانش فيها لعيب من المنصور. صح والله صح. واللي كان يروح المنصوره ويكسبهم ده يعني زغرت. والله صح تبقى معجزه. صح لا الاهلي ما اعتقدش الاهلي كان في حد من المنصوره. لا ازاي انت جايب كابتن ياسر ريان من المنصوره، جايب رضا شحاته من المنصوره، جايب مش عامر بس لا ماشي. والزمالك كان فيه طبعا تامر عبد الحميد ووليد عبد اللطيف لا كله والله محترم يعني. وفي ناس كمان كملت في المنصوره ما راحتش اهلي وزمالك لكن كانوا نجوم كبيره يعني. طبعا يعني كان عندهم ايمن محب وياسر الكناني وعز الرجال فرقه جامده يعني. فرقه جامده فرقه محترمه جدا يعني. والبشبيشي واللي عندهم فرقه جامده والله طول عمرهم فرقه جامده. طيب حلو، انت بقى كابتن حسن مجاهد ابتدى يبقى اسمك معاه تمام وابتديت تتحط في الليسته والاسامي الاساسيه وكل حاجه الى ان ابتديت تتعرف في الدوري كمجمل بقى ان في لعيب مهم في طلائع الجيش اسمه عامر صبري. وبعدين اللي فرق معايا في يعني كابتن حسن مجاهد بقى كان خلصنا الدور الاولاني فكان توفاه الله بقى يعني. كان توفاه الله معانا. فالسنه اللي بعديها جه الكابتن طلعت يوسف. ماشي بدات مع كابتن طلعت يوسف من الصفر طبعا. لا يعني جه عارف الباك هيستوري بقى طبعا انت بتشوف الماتشات وبتشوف ده لعب قد ايه وما لعبش قد ايه ونسبه المشاركه وبتاع. فهو انا جه كنت مع الكابتن بلعب سيرد باك ومفني السيرد باك. ماشي فراح جه قال لي انت هتلعب معايا سيرد باك زي ما انت. ماشي فاول ماتش في الدوري مع الكابتن طلعت يوسف كان ماتش مين ترسانه. ماشي فانا بلعب ايه سيرد باك. ماشي فضربت ابو علام اتطردت خدت 6 ماتشات. ضربته من غير كوره. ضربته من غير كوره لان هو شتمني يعني. فضربني من غير كوره. ده مين ده معلش؟ ابو علام فاكر الفيرو بتاع الترسانه. ماشي جزائري. هو ما لعبش كتير كان اسمه ابو علام يعني. ماشي
فطبعا بقى شتمك فضربته وخدت ست ماتشات. ست ماتشات ده اول ماتش في الدوري فقعدت. فانت انت متخيل يا كريم ان انت ما تبداش ست ماتشات في الدوري الفرقه تبقى عامله ازاي؟ مش كويس طبعا. فخلاص اللي ركب ركب واللي حط رجله حط رجله واللي موجود موجود، فانت هتبدا برضه من الصفر وتحاول تاني وتحاول تاني. بس الحمد لله يعني كانت علاقتي مع كابتن طلعت او تمريني او هو شايفني او هو او سمع عني او شافني قبل كده، لا كانت سهلت عني كتير قوي. بعد ما جيت من الطرد رحت لعبت الحمد لله يعني نزلت لعبت معاه برضه، بس هو بقى لعبني ديفندر يعني رجعني ديفندر. ابتدى يرجعك تاني مكانك. انا مع كابتن طلعت كنت اقف جون والله. يعني اسال شيكو، انا مع كابتن طلعت كنت العب لعبت باك رايت لعبت باك ليفت. لعبت باك ليفت؟ لعبت باك ليفت لعبت باك ليفت وكان معايا اتنين باك ليفت. ما بعرفش العب بشماله. يعني لا ما هو لعب باك ليفت بيمينه عادي. ايوه فاهم. بس ليه يعني اصلي بقى ممكن اعملها لو انا محتاج قوي وما عنديش. بس انت كان عندك اتنين. اللي كان يعدي احتياطي كان احمد عبد الله كان اشول وباك ليفت وهو اصلا باك ليفت. بس انا لقيت باك ليفت. هو غالبا موضوع ابسطار كان مؤثر في الكره شويه. واضح. يعني هو عامر يمكن لعب كره عشان كابتن ابسطار صد عشان اخوه. بس طبعا ما اعرفش يلعب ولا انت ولا هو. طب ازاي؟ طب ما يعني انا بثبت لك لما يقول على عبد الستار صبري انه ما بيعرفش يلعب. ده لنا هنا وقفه يعني. لا 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 ما بيعرفش يلعب. طب خلينا يعني نكمل وبعد كده نتكلم في الموضوع ده عشان هو عارف انك بتقول كده. هو عارف طبعا. عارف انك بتقول كده والله. اجيب على التليفون اقول له ما بتعرفش تلعب. ما هو مش صدق والله. لازم تعمل مداخله دي. هو ما اعرفش ان ما فيش مداخلات. بس لا نعمل مداخله. انت قصدك؟ والله لا عارف. بقول له كده يقعد يضحك. اساله اسال شيك يعني بقول له ما بتعرفش تلعب. هو بيرد عليك هو طيب والله يا عبد الستار صبري. طيب دي كلمه ليه؟ والله العظيم ولا عتيه. بيقول لك ايوه صح عندك حق. لا لا عبد الستار كريم يعني مش محتاج ان انا اقول حاجه عليه يعني. لا انا احرف لعيب جه في تاريخ مصر. مع احترامي لاي. لا ده احنا لسه هنقف عند الحته دي. هنروح لها يعني. قلبت دلوقتي. لا 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 هو اول ما سمع ان في مداخله قال لك يا ابن اخويا الكبير. ايه اسالك سؤال. اساله انا بقولش قدامه كده. لا بتقول واضح. اساله والله واضح. اسال شيكو بيقول له بينكش على طول. لا بيقول اصلا شو ما ينفعش يعني مش مقنعه جدا يعني ما فيش الكلام ده يعني ده يبقى مختل لا لا لو بس لا يعني يعني انت خلينا يعني انت عارف يا كريم عبد الستار حاجه وانا حاجه. ايوه طبعا لا مختلفين خالص. مختلفين خالص اصلا ما كانتش في يعني في ناس كتيره ما كانتش قادره تربط قوي رغم ان انتوا شبه بعض جدا. بس قصدي ان انت ستايلكم مختلف تماما في اللعب. عبد الستار بيعرف يلعب. انت عايز تقول ان هو ما بيعرفش يلعب؟ لا لا ده راجل خبيط وبتاع ما بيعرفش يلعب. بس انا عايز اقول حاجه. انا بصوا عايز يوزع عايز ماشي 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 مش انت كنت بتقول جايلك ماشي. في ناس بتيجي تقول لي لا انت في فرق كبير قوي بينك وبين عبد الستار. قلت له طب انا عايز اعرف حاجه معلش يعني عبد الستار عبد الستار صبري في فرق بينه وبين اي لاعب في مصر اشمعنى انا؟ ماشي انت شايف ان عبد الستار صبري احرف لعيب في تاريخ مصر؟ انا شايفه لو مع احترامي لاي حد مع احترامي لاي لاعب في مصر. انت شهادتك مجروحه بس دي حقيقه. لا عشان مع احترامي لاي لاعب في مصر. بص يعني هنروح لها تاني يعني الحته دي ما هنقف عندها كتير عشان اقول لك انا هقول لك يعني هنقول حاجات كتير قوي في الجزئيه دي. لكن تمام انت دلوقتي ابتديت خلاص ترجع تاني وحطيت رجلك في الملعب والدنيا مشيت كويس وكابتن طلعت ابتدى يقتنع بيك ابتدى خلاص يحطك في مكان بيت جوكر. ما انت قعدت قد ايه بقى في طلعت الجيش؟ قعدت حوالي 7 سنين عمر يعني. تقريبا ده عمرك في الملاعب. ماشي 7 سنين يعني. واللي فرق معايا الاجوان اللي كنت بجيبها يعني الحمد لله كنت هداف. وكنت يعني دايما بتلعب في ماتشات الزمالك انا جايب جونين في الزمالك. ما ده بقى السؤال يعني دايما لعيبه الزمالك اكس زمالك قدام الزمالك بيبقوا ميسي عشان بتحس ان هم اتظلموا يعني سبحان الله ربنا ينصرهم. انت حسيت انك اتظلمت؟ طبعا عشان كده قدام الزمالك طبعًا بتبقى طبعًا اوكي وسبحان الله ربنا بينظرك في الماتشات دي. ايوه طبعا يعني انا جايب احسن جون في حياتي في الزمالك. مش انت بس ايمن عبد العزيز جاب جون في الزمالك عالمي. حسن مصطفى جاب جون في الزمالك عالمي. مين كمان؟ فيومي جاب جون في الزمالك عالمي. ناس كتير قوي اكس زمالك وتلاقيه جاب في الزمالك جون عشان بحس عشان بتحس ان هم اتظلموا كلمه يعني. فاهم. بص مشكله نادي الزمالك يعني دي مشكله بتاع نادي الزمالك ما بيصبرش على بس الانديه الكبيره كلها كده يا عم. لا 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 بس الاهلي لا عنده ضغط وعنده بتاع. لا والله الاهلي ما بيصبرش برضه. لا 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 انا اصلا ممكن الاسماعيلي والمصري والاتحاد اهدى شويه من الاهلي والزمالك. أيوة لان برضه نطاق الجماهيريه هي محافظه اكتر منه بلد. بس الاهلي والزمالك الملايين دي مش هيصبروا على لعيب. لا ما بيصبروش. ما بيصبروش على حد بس والله. بيبانك ما بيسموش بيبان انت بيبان ده عندك تصبر عليه ولا تصبر عليه. انا معاك انا معاك بس دي محتاجه بقى ان انت يبقى حظك كويس ان اللي يبقى صاحب القرار وقتها
عينه كويسه وفاهم انه ده يتصبر عليه. دي حقيقة. دي حقيقة. وفي واحد تاني يبقى ما خايف فيقول لك لا ماشي يا عم وريح دماغك. ولعلمك اي يعني اللي انت بتتكلم عليه لو عينك كويسه بتفرق جدا مع النادي. مش عايز كلام. بتفرق جدا كلام. انت بتفرق ماديا وبتفرق لعيبه طبعا. وبتفرق كل حاجه طبعا. وبتضيع مواهب منك كتيره جدا طبعًا. انك بترميهم بره ببلاش وبعدين ترجع تشتريهم بعد كده بملايين. حصلت مليون مره يعني. ده بالذات في قطاع الناشئين كمان. مليون مره طبعا. طبعا طبعا الناشئين بيبقى في مناجم ذهب ما حدش يخبرهم. مش عايز كلام بس بتمشي بسبب انه يعني الجاهز احسن يعني. الحب والكره والجاهز. جاهز احسن. مش هطلعك واصبر عليك يعني. طب ما هو جاهز احسن. طب ما انت شغلتك ايه يعني تحت؟ صح. انت عايز جاهز تعمل ايه؟ طب خلاص اجيبه وطلعه فوق على طول. يعني طيب يعني عندنا كلام تاني كتير نقوله عن الجزئيه دي. احنا وقفنا هنا شويه وهنا شويه وهنطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا مع النجوم اللي منورين النهارده في الاستاد محمود شيك وعامر صبري 015-9-50-1006 ده رقم الواتساب اللي تقدروا تبعتوا لنا من خلاله اي حاجه لحد الساعه 10 هنكون معاكم. خليكم معانا. لسه في الاستاد مع كريم خطاب على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. برحب بكل اللي انضموا لنا من جديد في الاستاد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. محمود شيك وعامر صبري منوريني. والكلام حلو واللي بره الهوا حلو واللي جوه الهوا حلو. تعالوا بقى ندخل تاني مره تانية. وصلت بقى انك سبت الاسماعيلي وعايز ترجع الاهلي او في كلام انك هترجع الاهلي وبعدين؟ لان انا كنت رايح من الاهلي اعاره. فانا فاكر ان انا لما ارجع النادي اللي هيبدا يحركني لان انا لسه متعاقد مع النادي. ماشي. بس فالرجوع كان ليا بالنسبه لي صدمه شويه. لان كان الاهلي بيتمرن في مدينه نصر مش في الجزيره. فانا كنت راجع فحصل موقف كده مش حلو يعني اللي هو. من شخص ما اللي هو لو انا كنت بس كنت ما كنتش لابس سبورت يعني كنت لابس لبس كاجوال فالمفروض نازل عشان اسلم على الشخص ده او يعني نازل اسلم فلقيت طريقه مش حلوه كده اللي هو استنى بره او ما تنزلش بس كانت طريقه مش لطيفه. ماشي. فدي يعني بس تسمح لي ان انا في جزء من الاجزاء انا هسالك على الموضوع ده عشان انا عارفه وانا كنت هسالك عليه. ماشي قول لي. اوكي لو ماشي. يعني بس هو ده بقى اللي خلى الموضوع يبوظ خلاص من ناحيتي. بس فساعتها بقيت شويه حلو فقررت انك تطلع تاني اعاره او تطلع بره النادي. ما كلمش حد في لا في النادي الاهلي ولا في حته لغايه ما زي ما تقول تقدم لي شكر يعني خلاص او ترد عليا ان انت تمام كده خلاص انت فري يعني ماشي. تقدر تتحرك في اي نادي. اوكي. فدي كانت مشكله بالنسبه لي لان انا السنه الاعاره اللي طلعتها ما استفدتش منها قوي. اصابه فاهم. مش ما استفدتش دي اصابه يعني مش موجوده يعني اي مدرب في مصر لو يعني عارفني لازم ياخد الريسك كويس او بالظبط لازم على الاقل اشوفك في الملعب صح. حتى يعني صح. هي فدي كانت بالنسبه لي نقطه تحول. اتحركت بقى الاستغناء في ايدك وانت قدامك العروض كلها جالك ايه؟ ما هو ده اللي بقوله لك انه ما جاش حاجه خالص. لا لا ما جاش حاجه خالص. وبعدين انت سنه كانك مبطل سنه كامله فاهم. بس انت برضو يعني كنت عملت اسم يعني ما هو كان اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليه دلوقتي الريسك من المدرب الكابتن مصطفى يونس كان في النادي الاولمبي في اسكندريه في الدوري الممتاز خد الريسك ده حلو اللي هو انا سليم تمام ومفيش مشكله يلا طب انا محتاجك كان خلاص ناس على القيد حاجات بسيطه جدا ماشي. رجعت بقى شويه من السنه دي اوكي لعبتها كلها وجبت 6 جوال في حلو ولعبت في مكانك وكل حاجه ليبرو عادي وجبت 6 جوال حلو جبتنا وبعديها بقى كان رحت طلع الجيش رحت هي الفتره بقى اللي كان عامر هناك فانتوا رحتوا مع بعض الفتره دي هو كان موجود يعني رحت بقى رحت قعدت ايه 3 سنين مثلا 3 سنين بالظبط وثلاث سنين دول كنتوا الاثنين مع بعض على طول كان كابتن كنت انت كابتنه؟ طبعا سلام عليك مبدئيا هو بيتراب مني في الملعب حتى وبره الملعب وبره الملعب صعب ماشي بس صعب. بيتراب هم لسه بيقولوا عليك لعيب على قدك ليه؟ فين ده؟ دلوقتي طب ما هو شفت بقى يعني بتراب منه ولا انت لعيب على قدك؟ ما هو يعني هل انا ممكن اعمل له اي حاجه قدامك دلوقتي او لا صح؟ صح فعشان كده الكلام كله هيبقى مباح يعني طب هو انا مش عارف لو انا بتراب منك ان انت بعد ما نخلص هتعمل لي حاجه؟ ماشي الشارع وفي العربيه لو في اوبشن ان انا اوريك الفيديوهات اللي هو بيخاف منك فيها بس يعني بس خلاص فده مش هينفع المهم ان هو كان كابتنك ماشي بالنسبه لان هو انا بسال والله بالنسبه لان هو في نادي طلع الجيش قبليه طبعا يبقى بس انت توقعت له هدف عالمي وحصلت احكي بقى القصه ده انا الموضوع ده كان صدفه انا اتخضيت منها اصلا ايه بقى اللي حصل احنا كنا نايمين عادي في المعسكر والله ده حصل اللي بحكوا لك ده ولا ترند ولا اي حاجه ده بجد ماشي وقلت له عامر احنا بكره ماتش الزمالك انت مش قلقان قال لي لا يا عم مش قلقان عادي فبقول له يا عامر تخيل
ما اعرفش ايه اللي خلاني اقول كده، بس يمكن عشان عامر مميز في الكنترول بتاع الصدر يعني بيختص بيعمله حلو قوي ماشي. مميز فيه يعني. ماشي. فمش عارف ايه اللي جالي كده، فبقول له تخيل يا عامر انت الكوره كده جات لك انت واخدها على صدرك كده ولفيت وشط جول كده عالمي. قال لي يا شيكو ده انا هعمل عمايل اقسم بالله. تاني يوم زي ما انت قلت وليد اصلا بيطفش الكره من ورا المساك من ورا خالص بقى، وهو عامر على 18 عمل امتصاص على صدره كده وعلى فخدته وراح لافف، وهو بيلف بفخدته كده وقام لافف جول عبد المنصف. تعالى بقى امسكه لو عرفت انت. كل الحربيه لف لغايه ركب عربيه الاسعاف ومش عايز يقف. ماشي. وجالك ها؟ جالي لف ما وقفش لعب سطار. اوعى طب انت عايز تروح فين؟ نقف عشان نعرف يعني نفرح مع بعض نتبسط. مفيش. ماشي. بس خلاص كان جول عالمي يعني. وانت كنت حلمت يعني ولا كده؟ لا خالص، هي جت كده هو مع نفسه كده ريته بيقول لي كده، بيقول لك تخيل يا عم اللي حصل كذا 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 وتعمل صدفه يعني. بس فاهم، بس حلوه بس يعني. ركبت صح. ماشي. ركبت نموذج. ماشي ماشي. وقعدت 3 سنين في الجيش وانت كنت بتلعب في الجيش بلعب يعني على فترات وفترات برضه، بس لعبت مع كابتن يوسف كتير ولعبت مع كابتن فاروق جعفر برضو. ماشي. وصبر كابتن صبر المنياوي. بعد كده سبت طلع الجيش ورحت. لا ما رحتش بقى، ما هي دي كان اخر حاجه، اخر سنه اللي هي الثالثه اللي هي اللعيبه بتتمنى، كل لعيبه مصر بتبقى بالنسبه لها اهم فتره وهو بيفنش. ماشي. عشان هيجدد. كويس قوي. عملتها كويس قوي. بنلعب ماتش بترول اسيوط في اسيوط. بطلع الكره من الجول عادي جدا. ماشي. طق سمعت حاجه بتطرقع بوجع رهيب. كان معانا دكتور عمل لي تيست كده في الملعب تغيير. ايه يا دكتور خير؟ قال لي رباط صليب. اوف. وتسد. كان عندك كام سنه؟ كان 28 يعني لسه يعني 29 سنه. انا مبطل قبل ال 30 يعني. الموسم ده كان عامله كويس قوي قوي، كان بطوله عربيه. بس انت حظه وحش عامه في الكوره، من الناس اللي حظها وحش. بطوله عربيه كان عامل كويس. فبس فهو حتى قال لي يعني، قال يعني كنا بنقعد نتكلم اصحاب اصلا انا وعامر يعني فهتجدد وان شاء الله وتاخد فلوس كويسه يعني، عارف انت لما تقعد. فهو بص في الكوره دي اوعى تقول ده انا هعمل، انا هعمل واسوي واكسر الدنيا عامه، بس في الكوره الدنيا بالذات. انا بكره، لا مفيش بكره، مش مضمونه خالص موضوع بكره. طبعا طبعا. بس فجالي رباط صليبي شالوني من القايمه وخلاص، قلت بقى خلاص انا كده ببطل يعني. وعرفت خلاص ان هي دي. وقفت لعبت بعد كده، بعد ما رجعت عملت تاهيل لوحدي حتى عند كابتن ابو العيلة. وبعد كده لعبت ممتاز به سنه، وبعد كده بطلت. لقيت ان انا هتبهدل شويه. المدربين بتوع الممتاز به ابتدوا يقولوا لي برده نشوفك. ما عنديش مشكله في القصه. ماشي. دي خالص. ماشي. هل هتشوفني كمستوى؟ أوه. لا احنا عارفينك. طب تمام، يبقى انت بتطمن على الاصابه. صح. بالظبط مطمن. طب تمام. رحت مره دي اللي خلتني وانا راجع في الطريق بطلت. قلت انا بطلت كوره. كان نادي القناه. رحت وعملت تمرينه وتقسيمه كويس قوي واطمن، وقال لي انا حلو، انا تمام، انا انت معانا مفيش مشكله. مشيت بعديها قال لي لا انت هتقعد معانا اسبوع بس نطمن عليك برده تاني. ايوه معاك في اسبوع فين؟ في الفندق بتاع النادي. والمفروض مسمينه كده. بس طلعت بصيت لقيت الموضوع صعب قوي، فقمت لافف وراجع وقفل تليفوني وقلت خلاص انا بطلت كوره وخلاص. خدت قرار ومش ندمان عليه. لا لا ما خلاص انا كده حظي بقى الحمد لله. القرار بيتاخد في لحظه. انا عارف، بس ساعات بتندم بعد شويه كده لما تهدى من اللي ضايقك واللي بتاع، فتحس ان انت كان ممكن اصبر، كان ممكن استحمل، كان فاهم انت. مش كان بساله انت ندمت ولا لا. حلو. انت بعد 7 سنين في طلائع الجيش مشيت ليه الاول من طلائع الجيش؟ ما مشيتش. اخر سنه ليا في طلائع الجيش المفروض كنت اجدد. انا بقى عايز يعني، كان الزمالك مكلمني. والله؟ والله الزمالك كلموني كذا مره. كذا مره في السبع سنين. كذا مره في السبع سنين. وما حصلش ايه انك رجعت؟ سياده المشير كان، مع انه كان زملكاوي. كان زملكاوي جدا، بس بص سياده المشير يعني الله يرحمه كان بيحب نادي الجيش قوي. جدا قوي. صح. كان يجي يقول لك ايه؟ كان الجيش والحرس. يجي يقول لك نادي الجيش ده ابني. صح. يعني نادي الجيش ده بالنسبه لي ابني يعني. شيكو كان معانا وعارف مسات مشيكه، بحب الجيش جدا. في لعيبه معينه كان بحبها جدا ومرتبط بيها جدا. ماشي. يعني ما بحبش ليه؟ عشان كان مثلا يروح يلعب خماسي. نروح نلعب معاه. يعني كان عبد الستار. انا كان من الناس اللي كان بحبهم جدا يعني. قرب المايك سنه يا عم. فكذا مره. ايوه فكذا مره اللي انا يجي لي الزمالك، يجي لي مصري، يجي لي اسماعيلي. جالك الاهلي ولا ما ولا مره كلموك؟ لا كان كلام من يعني مستحيل. لا 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 جالي والله مره. لا والله العظيم والله جالك مره. حد كلمني مره والله العظيم. مستحيل. وبعدين بس ليه مستحيل؟ عشان زملكاوي ولا عشان؟ لا لا عشان لا 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 هو في امكانياته في الكوره على قده. مش انت برضو يا كريم انت هتدخلني في قصه؟ لا يا لا يا شيكو ما تقولش كده، لعيب كبير والله. والله كان لعيب، والله كان لعيب كويس انا بحبه. ماشي. هو يعني
ماشي لعيب مجتهد في لا 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 بس كده. طب يا كريم في نقطه مهمه جدا يعني طب. انت اساله قول له كان بيلعب ولا ما كان بيقعد يحسب مجتهد؟ لا ما انا شفت انا قلت لا اساله قول له كان مين اللي بيكسبكم؟ لا لا انا كده اتخلصت لا 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 لسه قدامي نص لا عشان ما هو كده بيقول كلام ما ينفعش لا 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 طب اساله مين اللي كان بيجيب جوان؟ جبت كام جون في طلع الجيش؟ حلو منك السؤال ده قوي. حلو قوي السؤال دي حاجه 30 جون في الجيش والله وانت هاف ديفندر. طب ما والله كويس. لا لا اساله والله كويس والله الكلام بفلوس. بص هو بداني حاجه 30 اللي اهو نفتح جوجل. طيب بس حلو منك بس خش جوجل صح ماشي نفتح جوجل دفع عامر صبري. استنوا طب يا جماعه نفتح جوجل وانتوا ايه وانتوا معانا انتوا مش غرب يعني. لا عايز اقول لك حاجه انا في سنه من السنين كريم الدوري اتلغى فيها ده كنت هداف فرقه 6 جوان ماشي وكان الدوري اتلغى بتاع اللي هو المجزره البورسعيد ده وحظك وحش انه انا شايف بتفتح ها لو قول لي بس ظهر ايه ظهر لك ايه ماشي ظهر لك بحر مثلا بحر سما بس يا شيكو لا, لا 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 طب خش والله العظيم اهو استنى ماشي اهو تفتح بس ايه حاجه موثوق فيها يعني. ها الصراحه هيطلع لك عبد الستار اكيد ماشي لا لا, لا 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 والله يطلع لي اهو حاجات كتيره ماشي طلع الجيش انت لعبت طلع الجيش من 1 يوليو 2005 عشان نتاكد بس انه المعلومات صح ومشيت من عندهم 2012 مشيت يناير 2012 صح كده طب 31 جول فين في طلع الجيش فين مكتوب ايوه وريني اهو انا مصدقك بس وريني 31 ازاي 31 جول اه في جوال قبل ما نجي هو عايز له حاجه هو عارف استنى. انا عارف ان انا حضرت مثلا 10 ولا 31 ده يكون في كله ممكن يكون سنه لا كله ممكن يكون لا كله سنه اكيد كله ماشي طب ما ده مش وحش برضو انت دلوقتي بتكلمني بتقول لي جبت كام جول في الدوري صح لا انا بقول لك مع طلع الجيش في السبع سنين دول شفت الكلام اتغير ازاي خدت بالك ماشي طب قول لي طب قول لي طب في الجيش حوالي بتاع حاجه 20 جول مثلا 10 ماشي لا 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 مش وحشين ماشي طب معلش اسمع الكلام 10 يعني انت جبت 31 جون في الدوري كله مع كل الانديه طب ما حلوين برضو مش وحشين بالنسبه لمكانك يعني طب وعايز اقول حاجه انا كويس دخل النادي انا كنت بلعب ديفندر باك رايت سيرد باك يعني ما كنتش بلعب قدام خالص ماشي بس جبت جونين في الزمالك وجبت كام جون في الاهلي ازاي ما كنتش ها ازاي ما كانش بيلعب قدام ما لعبتش وينج ليفت في طلع الجيش لا ده طلعت لعب. في فترات عرفت بقى يبقى تاخد كلامي بص خد كلامي انا ثقه خلاص انا مصدقك انتوا الاثنين بس لا هو كده فيه هو كلام بيحصل خلاص يا عم هو خلاص هو بس يعني بدل 31 جون في الجيش وهو طلعوا في الدوري التوتال طيب. اوكي مش وحشين ماشي طب حلو رحت بقى دجله رحت كان المفروض اجدد زي ما قلت لك ما حصلش فقلت لهم لا انا عايز امشي ليه خلاص بقى انا يعني كانت تبقى فلوس احسن وكانت تبقى عايز خلاص بقى اغير بقى ماشي تجربه جديده تجربه جديده ماشي ف جه شهر واحد دجله قال لك خلاص احنا هنشتريك حلو طب انا لسه شوت شهور واجي لكم ماشي فقال لك لا احنا عايزينك دلوقتي فروحت دجل دفعوا للنادي حوالي كان 400000 جنيه ماشي فكان يوم ده في الدوري اللي هو بعد اللي اتلغى صح كده لا قبل ما يتلغي 2011 2012 ماشي فكان بنلعب الانتاج الحربي كنا بنلعب الانتاج الحربي في الانتاج الحربي ماشي فجي كابتن فاروق كان كابتن فاروق جعفر اللي كان مسكنا فقال لي انت اخر ماتش ليك ماشي فما ينفعش تتخاذل فيه وتبقى وحش ولازم تسيب علامه كويسه انا اقول له انا ما بتخاذلش قلت له بص يا كابتن انا عامه لما بنزل العب ما بعرفش اهزر وانت حاضر وعايز اقول حاجه يا كابتن فاروق انت لو مش واثق فيا ان انت تلعبني ولو انت عارف ان انا هنزل هقضيها مش هتلعبني صح قال لي ماشي وبالتوفيق وربنا يكرمك في خطوه جديده دي وبتاع نزلت على ماتش على ما علامه والله العظيم انا كنت كاتب على فاروق بعد ماتش قال لي احنا هنلغي الاعاره هنلغي البيع والشراء قلت له نعم رجع مسك فيك تاني ها والله العظيم قلت له نعم قلت له يا كابتن خلاص انا اتفقت وهمشي انت فاهم ازاي فمشيت بقى رحت دجله حلو اول ما رحت دجله من هنا كان خلصت الماتش وطلعت على الفندق للعيبه واسلم عليهم واقعد مع ولتر مستر ولتر مويس وبتاع فانا راح في السكه مجزره بورسعيد ماتش مصر والاهلي فعرفت انها علامه يا مارد خلاص انا لازم فرحت اللعيبه ايه مشيت من المعسكر والدنيا وقفت شويه معانا ماشي انت فاهم ازاي ماشي فراح جه بقى الدوري هيرجع مش هيرجع هيرجع مش هيرجع ما رجعش طب السنه اللي بعديها الدوري هيتلعب ولا مش هيتلعب هيتلعب ولا مش هيتلعب فانت قررت انك تطلع بلجيكا عشان كده فلا فمستر ماجد سامي عمل ايه خد كل الفرقه اللي مقيده معاه قال لهم يا جماعه احنا اشتريت نادي جديد درجه ثالثه في بلجيكا فعايز اصعد ماشي فعايزكم تيجي تلعبوا هناك حد موافق بنفس العقود اللي هنا
لا اما اللي هيقعد هنا كده كده انا ليا حق ان انا اخصم منكم 50% من ايه؟ طبعا من عقدكم. ماشي. يعني كان في قرار طالع كده اخصم منك 50% من العقد عشان الظروف اللي كانت فيها البلد وظروف قهريه. ماشي. فقررت ان انت تطلع تجربه وتشوف. قررنا نطلع بره. ماشي. فروحنا الست شهور دول الدوري اتلعب هنا. انت متخيل يعني احنا بعد ما رحنا هناك الدوري اتلعب هنا ساعتها. بس هناك عملنا موسم كويس قوي الصراحه مع كابتن هشام زكريا يعني. وبعدين اتنقلت شويه في الاواخر كده جيت هنا بقى اه رحت الاتحاد اسكندريه. حلو. عملت سنتين كويسين جدا يعني. فرقه حلوه وجماهيريه وبتاع. طلعت كابتن طلعت يوسف طبعا عمل فرقه كويسه جدا جدا. احنا السنه دي كسبنا الاهلي 4-1. اه كان الموسم دوت اللي كسبنا فيه الاهلي 4-1. ماشي. فكنا عاملين فرقه كويسه قوي. فجي السنه اللي بعديها مسكنا برضو لافاني. ماشي. وصل مدرب كويس قوي الصراحه والله. اه مدرب كويس جدا. مسك سموحه بعديها يعني. اه فبعد الاتحاد رحت الداخليه. ماشي. بعد الداخليه رحت الحرس وكان خلاص بقى يعني. وكنت قررت خلاص بقى انك تبطل. كنت خلاص. طب انا هطلع فاصل بقى وارجع ايه اسالكم انتوا الاثنين اسئله او قبل الفاصل خليني اسالكم اسئله سريعه جدا عن الحاضر وبعد كده بعد الفاصل هنبتدي نلعب بقى العاب سخيفه شويه. شيكو بالنسبه لك الانتقادات اللي موسيماني بياخدها في محلها رغم النجاحات الكبيره لكن لسه بينتقد ده طبيعي؟ انا عايز بقى اجابات سريعه جدا. في مصر طبيعي. في مصر طبيعي رغم ان هو بياخد بطولات وبتاع. في مصر طبيعي والله. بالنسبه لك كارتيروني يكمل في الزمالك ولا قصه واضح انه مش هينفع؟ لا انا شايف لو يكمل عشان اتظلم في موضوع قيد السنه دي. لكن اللي بيعمله في اخر ماتشين ثلاثه مزعل الزملكاوي. هو ممكن عشان مش مركز شويه. مش مركز ديوتو ايه عقد جديد وفلوسه وبتاع. عدم تركيزه وهل الموقف اللي عمله قبل ما يمشي مع سياده المستشار اثر على علاقتنا مع بعض ولا مش اثر؟ اكيد. فده مخليه ماشي. شيكو الاهلي محتاج صفقات جديده في الصيف ولا السكواد اللي معمول دلوقتي متكامل؟ لا انا شايف ان المجموعه اللي موجوده متكامله. متكامله. الزمالك محتاج صفقات كتير طبعا ومحتاج ناس تمشي. وفي ناس هتمشي طبعا. في ناس اقل من انها تلعب اساسيه في الزمالك صح كده؟ طبعا. بالنسبه لك كيروش مطمنك في الماتشين بتوع السنغال ولا لا لسه قلقان شويه؟ لا مش قلقان. شايف ان احنا ممكن نصعد ان شاء الله؟ ان شاء الله اكيد هنصعد باذن الله. شايف انه التشكيله اللي نهى بيها البطوله هي اللي هيلعب بيها الماتشين دول؟ حسب ال يعني لو افترضنا ان كله سليم. لو افترضنا كله سليم طبعا. هي نجح بيها. يعني هو نجح بيها. طب بالنسبه لك وانت مدافع مفيش عبد المنعم ومفيش حجازي مين الاثنين اللي لعبوا مساكين في ماتش السنغال؟ مفيش عبد المنعم ومفيش حجازي. عبد المنعم وحجازي. فانت عندك الونش هو الوحيد اللي موجود من الاساسيين يعني تلعب بمين جنبه؟ محمود علاء ولا ايمن اشرف ولا ياسر ولا المشكله بس في ايمن اشول واشول. لا ايمن دي حاجه الثانيه ان هو بس مندفع شويه. انا دي مش بتعجبني فيه بصراحه. فانت بالنسبه لك لعيب كبير المفروض جداً يعني جداً. يعني لعيب كبير وخبره فالمفروض الحته دي يبقى فيه كنترول شويه على نفسه شوية. فيه فتعمل ايه بقى تلعب مين جنب الونش؟ ممكن ياسر قريب. ياسر انت بالنسبه لك ياسر اختيار مناسب؟ بيلعب دلوقتي ومفنش كويس قوي الفتره اللي فاتت دي. الثلاثه اللي قدام بالنسبه لك تلعب بمين؟ صلاح تريزيجيه ولا رمضان ولا مرموش ولا مين وراس الحربة مين؟ مصطفى. صلاح مرموش مصطفى. تتفق؟ بس الماتش اللي هنا غير اللي هناك خلي بالك. ماشي. هنفترض اللي هنا انك محتاج تكسب جدا. الماتش اللي هناك هلعب صلاح فيروت. طب استنى نبدا باللي هنا. انت عايز هنا تكسب بفرق كويس عشان تروح هناك مرتاح تلعب بمين وازاي؟ بس يبقى في تغيير لازم. اديني انت النهارده انت صاحب القرار تعمل ايه؟ ستارت تريزيجيه مصطفى صلاح. ماشي. والثلاثه اللي تحتهم ولازم زيزو يشارك بعد كده. ماشي. يشارك فين؟ تالت نص الملعب؟ لازم يشارك ومصطفى يعني. ما يطلعش لما زيزو يشارك عشان بس ده مش هينفع على صلاح. ما انا فاهم عشان كده بقول لك زيزو يشارك فين؟ نص ملعب يعني تالت مع السوليه ومع السوليه وحمدي ممكن مثلا يلعب. ممكن يلعب مع اي حد في نص الملعب فين؟ مع السوليه والنني ولا ما انت اديني طب تشكيلتك انا هاخد منك تشكيله في ماتش الذهاب قول لي تشكيله من الحارس للمهاجم تلعب بمين؟ الشناوي ولا ابو جبل؟ لو الشناوي سليم الشناوي. حلو. بغض النظر عن المستوى اللي ظهر فيه ابو جبل في الماتشات وفي ضربات الجزاء. حلو. فتبدأ بالشناوي. ماشي. الاربعه اللي في الظهر. قلنا ياسر والونش. والونش. يمين عمر. عمر. شمال فتوح. فتوح. حلو. في نص الملعب حمدي. ايوه.
والسولية وزيزو. حلو. والثلاثة اللي قدام صلاح وتريزيجيه ومرموش وسوري ومصطفى محمد. ومصطفى. حلو. عامر تبدأ بمين؟ أبو جابر ولا الشناوي؟ حسب حالة الشناوي الفترة الجاية. ماشي، لو سليم وشارك بكرة في المقصة وبعده في سان داونز والدنيا تمام. هلعب شناوي. تلعب بالشناوي. ماشي. حلو. شناوي وينش ياسر. ماشي. عمر فتوح. عمر فتوح. سولية. او النني. وزيزو يعني ايا كان يعني. لا اديني ثلاثة. سولية ولا النني؟ النني. سولية زيزو. حلو. صلاح مرموش مصطفى. صلاح مرموش مصطفى. انت استبعدت طارق حامد لعدم قناعتك انت بوجوده في التشكيل الاساسية ولا عشان الراجل واضح انه مش مقتنع بيه؟ بص لا، هو ممكن هو الراجل مش مقتنع، بس هو زي ما تقول، ما هو خلي بالك هو طارق عنده مشكلة زي يعني بالنسبة لي زي مشكلة قفشة. انه مش مناسب في الطريقة دي. بالظبط. ولا قفشة مناسب في الطريقة دي. هو الراجل مخرجه بره، وقفشة مش بتاع بره، قفشة عشرة. ماشي. ففي الخطة دي هو مش يعني موجود. مش عشرة. قفشة لو لعب وينج يمين مع احترامي يعني مش هيلعب على لزيزو ولا صلاح. فالموضوع يبقى صعب جدا. ففي الخطه دي لا هو مش موجود. زي طارق حامد. بالظبط. اوكي. وانت استبعدت طارق لاسباب ايه؟ الماتش بتاع الذهاب ده عايز اكسب. ماشي. فانت ممكن تامن نص ملعبك بواحد زي طارق. ما هو معايا النني برضو. النني يعوض طارق. النني يعوض طارق برضو. والله مش حمدي يعني. مش حمدي اللي يعوض طارق بيلعب. لا بيلعب في البريمير ليج يعني. ماشي. بس يعني مواصفاته مختلفه. لا حمدي يعني. بص استبعدت حمدي واستبعدت طارق. لان انا ممكن ما اكونش عارف حمدي هو اكتر واحد في الثلاثه اللي موجودين اللي فيه من طارق او اللي شبه طارق شويه. دي حقيقه. فهل ما تعوضش طارق بحمدي؟ وخصوصا طارق بقاله فتره بعيده قوي عن بعيد. بس قصدي ان انتوا برضو استبعدتوه. انا في الاخر قصدي انه انت ماشي وانت عايز تكسب، بس انت عايز تامن نفسك. ما انت لو خدت جون هنا في القاهره الدنيا. لا طارق عايز اقول حاجه كريم. طارق لا غنى عن الماتش هناك. هنا او هناك انا بتكلم. انت هنا وانت بتهاجم. ما انت برضو اللي هناك لو ما فيش طارق. طارق لا غنى عنه. لا ما هو لو ممكن ما يبقاش في طارق. حمدي. طارق لعيب ممتاز وطارق صاحبي جدا وكل حاجه. يبقى في حمدي هناك. انت هتشيل زيزو هتحط حمدي او طارق. حمدي او طارق. النني. لا هتحط النني. ما هو حمدي موجود والنني والسولية. انا بالنسبه لي في تشكيلتي انا نني حمدي ونني وسولية زي ما هو. لا هشيل زيزو احط حمدي او طارق. ما هو حمدي موجود. ما انت مش حطيت حمدي كده كده. لا هو اصلا حاطط النني والسولية. حاطط النني والسولية وزيزو. يعني ده اللي انا هعمله العكس، ان انا هشيل زيزو واحط النني. يعني نفس الكلام اللي عامل بيقوله. ماشي. لكن ما فيش تغييرات يعني كبيره، يعني مفيش حد من بره هتستدعوه. ما فيش وقت ده ماتشين. احمد عبد القادر مثلا. لا يعني لسه على فكره. انت ممكن تلاقي اللي بيلعب جنب الونش احمد ياسين. يا راجل مش بعيده خالص. يعني ما خدش حد عنده خبرات. محمود علاء على الاقل. محمد ياسر ابراهيم. محمد عبد المنعم بالنسبه لنا كريم عنده خبرات. بس عنده موهبه كبيره يعني. احمد ياسين ده برضو مش وحش. مش وحش كويس. بس مش عبد المنعم. مهند لاشين لما بينزل لعيب كويس. لا لما بينزل بيلعب ضرب الجزاء فقبل النهائي. ماشي ماشي معاك جدا، بس مش اختيار اول. اي ماشي. بس يعني اختيار اول ده لو انت مجبر ليه زي دلوقتي. انت ما عندكش مساكين. لا انا اروح للخبره بقى هنا يعني. ما اروحش لو انا ما عنديش عبد المنعم وحجازي. باللي انا شفته مع كروش. موضوع الخبره دي اخر حاجه بيفكر فيها. يعني ممكن في اماكن معينه. لا اخر حاجه بيفكر فيها. طب تعالوا نطلع لفاصل سريع ونرجع هناخد جزء من الاغنيه كده ونرجع بقى نلعب 3 4 العاب حلوين كده مع شيكو وعامر. خليكم معانا 015 950 1006 ده رقم واتساب بعد عمرو دياب راجعين. خليكم معانا. مرحب بكل حضراتكم من جديد. مكملين كلامنا في الاستاد وندخل بقى على العابنا. بس بصوا بقى يا شباب، السؤال مش عايزين تفكير خالص بمعنى الكلمه. وارجوك يا عامر تقريبا هسالك انت الاول. لا انتوا الاثنين. انتوا الاثنين انا عارفها مع بعض. عارف اللعبه. انت عارف اللعبه كمان. مش حلو خالص. ليه؟ شفت كذا حلقه كده بتاعت رامي عادل امبارح. شفتها. سالوا اسئله ما ينفعش تجاوب عليها. ما هي عشان كده بقى. هي عشان كده قلت الاسئله. انا اتخض يعني. اسئله صعبه جدا. بس هنبتدي. ما تخافش انت ليه خفت؟ لا والله حاجات بسيطه. اللي عمل لك كده شوف. استنى بس عشان ايه شغال لك مزيكا حلوه. بس طب ده كلام. الناس فاكره ان الحلقه كلها هي الحته دي. هي حته جزء صغير كده فيه سخافه مني انا عارف، بس هو بيطلع حقائق كتير. عشان كده اسمها الحقيقه في دقيقه. اللي عمل لك كده وكان سبب انك تمشي من النادي الاهلي هو كابتن حسين البدري. ولا لا يعني عمل لك كده وانت جاي تسلم عليه راح عامل لك كده اللي هو يعني فكك يعني.
هي مش كده، ما تتفهمش كده. هو كابتن حسام اه، بس ما تتفهمش ان هي فكك، او ممكن يكون يقول لي استنى بس يعني اتقالت مش بطريقه مش ممكن اكون فهمتها غلط، بس مش هو اللي مشاني يعني. الجزء الاولاني ماشي اه كابتن حسام، بس ما اعتقدش ان هو اللي مشاني من النادي، مش هو اللي مشاني. لا لا، لكن انت حتى لو القرار اتبنى على اللقطه دي، فاللقطه دي كان بطلها كابتن حسام البدري اه، وما كانتش دي اللقطه الوحيده مع اللعيبه في الفتره بتاعتك، كان في لقطات كتيره او خناقات كتيره ما بين كابتن حسام وناس تانية. مش لازم ندخل في تفاصيلها، بس قصدي مش انت الوحيد بس يعني. مش يعني مش بحب اتكلم على حد يعني، بتكلم عن نفسي بس اه يعني انا ممكن ما حصلش بيني وبين كابتن حسام حاجه بعد اللقطه دي يعني. اوكي. عبد الستار صبري كان بالنسبه لك عقده اكتر منه مثل اعلى؟ لا كان مثل اعلى يعني، قصدي انه الناس كانت دايما بتقارنك بيه، وانه راح بنفيكا وكسر الدنيا وكان رايح الاهلي والزمالك. كان مثل اعلى خالص يعني. كان مثل اعلى اكتر منه اكتر منه مقارنه، لانه دايما الناس بتقارن ولادها حتى ببعض، ده اخوك الكبير مش عارف عمل ايه. عمرها ما ضايقتني في حياتي خالص يعني، شكوى مع شركه عمرها ما ضايقتني في حياتي خالص. اوكي اوكي، استنى بقى نرجع لكم تاني. كنت زعلان من ضياع عرض المصري؟ زعلت على الفرصه دي؟ لا ما زعلتش؟ لا لا، اصل ده نصيب في الاخر يعني، بس لا ما زعلتش. علاقتك بالاسماعيليه اتوترت بعد الموسم اللي كان كله اصابات؟ كايه؟ كجمهور ولا كاشخاص ولا؟ لا برضو ما اعتقدش، بس ممكن يكونوا يعني، ممكن يكونوا اللي فاكر الموقف ده هناك هتلاقي ممكن يكون زعلان، فاكر ان انا كنت بتدلع مثلا، او كنت مصاب او جاي مصاب او ادعى الاصابه، وارد ناس تفهم كده، واللي فاهم كويس واللي عارفني لا المفروض ما عارف ان ده حظ او سوء حظ اكتر منه اي حاجه ثانيه. بالظبط. حاولت تهرب من المعسكر مره قبل كده عشان اتصبت بانفلونزا الخنزير؟ صح. شفت انا بجيب بينك حاجات ازاي جامده؟ انا جامد قوي اصلي، انا بجيب حاجات جامده جدا. صح. ضرب عليا اه ده كان رفع عليا السلاح وبتاع. ايه ده؟ اه والله العظيم رفع عليا سلاح يعني، الراجل قال لي ارجع ارجع، وخايف يجي يلمسني عشان كنا في مستشفى يعني حربي، مستشفى اه فهو ما يعرفش بقى مين ولا عامر ولا ما يعرفش لا ما يعرفش حد العسكري ما يعرفش ما يعرفش حد اه طبعا. انت عارف الفكره في ايه؟ الفكره ان احنا كنا في الجيش، نادي الجيش فانا قبل الماتش قبل يعني كان عندنا ماتش الانتاج الحربي، فانا كنت عيان فروحت فخفيت الحمد لله، قعدت في بيت اسبوع مثلا فخفيت. بعديها باسبوع الفرقه بيقول لك جت في اوضه اللبس، الفرقه كلها نايمه على الارض. والله العظيم الفرقه كلها نايمه على الارض. قال لك كده ايه ده يا جماعه، في ايه الوباء ده؟ فراحوا واخدينهم باوتوبيس على فين؟ ماشي. على مستشفى في اللي طبعا يعني في تبع الجيش يعني. ماشي. فقال لهم كان ساعتها العصر بتاع انفلونزا الخنازير. فكلموني قالوا لي تعالى. ماشي. فقلت لهم اجي ايه، انا خفيت الحمد لله. قالوا لي لا ده احنا هنعمل سوات تشيك اب كده يعني وبتاع على الفرقه كلها، وايه وانت منهم؟ انا ما اعرفش ان اللعيبه بتموت هناك. وهتروح على طول. وهتروح على طول. المهم فهم كانوا حاطينهم على جهاز كده اللي هو ايه، يمشي وراك. ماشي. لو انت حامل الفيروس الجهاز ايه هيتحرك وراك. المهم فكله دخل فاول ما دخلت قال لك بس ركز على ده اول واحد عين. فانت كنت عايز تهرب بعدها؟ لا ما بقول لك ده اول. فانا دخلت فحطوا الجهاز، فقال لي اتحرك يمين، راح الجهاز مشي ورايا. قال لي طب اتحرك شمال، لقيت الجهاز ماشي ورايا. قال لي طب ارجع تاني، راح رجع ورايا. قال لي طب اتفضل اطلع بره. انا كان الجهاز يطلع ورايا برايا. فقلت له ايه اللي حصل؟ قال لي لو انت حامل الفيروس هيمشي يعني الجهاز. قلت له معنى خفيت لا ومش عارف ايه، وجابوني وراح ملبسيني ماسك وراح جايبين لي مش عارف عايزين يلبسوني ايه. رحت انا جاري منهم، جات لي هيستيريا بقى خلاص طبعا. فجات لي هيستيريا وعايز اهرب، رحت طالع جاري على الباب، لقيت لك العسكري واقف قدامي، راح شد اجزاء وراح رافع قدامي كده، قال لي ثابت وارجع. اقسم بالله سال اهو انا عامر ماليش دعوه. فقالوا لي ثابت وارجع. قلت لهم لا يا جماعه انا، قلت لك يا كابتن عبد الجليل انا همشي. قالوا لي طب ايه ده مش عارف ايه، طب هديك المضاد الحيوي وامشي ادوا له حقنه نام، خدت منون اديني منون. صحيح والله الكلام ده كان المغرب، الكلام ده كان المغرب. صحيت 5 الفجر والله، نايموك نايموني انت متخيل؟ ماشي. شيكابالا قال لك في يوم من الايام انت احرف مدافع في تاريخ مصر؟ قال لي كده لان احنا كنا في وقت من الاوقات كنا يعني بنلعب ماتشات خماسي يعني مع بعض. قال لي كده، قال لي انا كنت فاكر ان وائل قباني احرف. قال لي انت مش طبيعي، انت ازاي كنت بتلعب مدافع اصلا؟ بس قال لي شكرا. انت شايف ان عبد الستار صبري احرف لعيب جه في تاريخ مصر؟ شايف يعني احرف من حازم وشيكا وتريكا. مع احترامي لاي حد في مصر، مع احترامي لاي حد في مصر، عبد الستار صبري احرف في مصر. عايز اقول حاجه، انت اول اسم قلته كابتن حازم.
كابتن حازم استضافوه في مره في لقاء ماشي. فقالوا له انت مين احرف لعيب في جيلك؟ قال لهم عبد الستار صبري. لا ما هو طبعا مش عايز كلام، انا مش بقى انا مش بقوحك أيوة على كده، انا بسالك بقى. لا لا ما احترامي عبد الستار صبري ما جاش موهبه زيه يعني طبعا، ما احترامي لاي لعيب، بس انا بقول لك انه هل هو احرف لعيب في تاريخ مصر؟ انا شايف احرف لعيب في تاريخ مصر، احرف لعيب في تاريخ مصر. طيب مدرب لما اتعاملت معاه كرهك في الكوره بالبلد يعني في ايه ده كتير ولا ما فيش خالص؟ كل مدربين كل كل لا لا كل لعيبه لا 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 كل لعيبه مصر هتلاقي عندهم انا عارف الشخص ده مصري طبعا. ولا اجنبي؟ مصري مستحيل. لا 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 مستحيل مش مستحيل مش هتقول ها؟ مستحيل مستحيل تقول اسمه مستحيل. طب اجنبي ينفع تقول اسمه عادي؟ يعني مش كرهني بس هو كان يعني ما كنتش بتحب التعامل معايا يعني جوزي. لا لا كان توني اوليفيرا يعني كان مدرب. والله بس هو ما نجحش يعني ما هو يعني كان على قده، كان مش مش اقوى حاجه مش احسن حاجه. مدافع كنت بتحب تلعب جنبه؟ جنبه قديم ولا جديد اللي انت عايزه؟ اديني اي اسامي يعني. اكتر مدافع كنت بترتاح في اللعب؟ لا وائل جمعه. وائل جمعه. واكتر مهاجم كنت بتعمل له حساب؟ بعمل له حساب متعب قبل ما اجي النادي الاهلي. اوكي اكتر لعيب نص ملعب كنت بتحب تلعب جنبه؟ لا كان في كتير، كان مين؟ في ممدوح وحسام. ممدوح عبد الحي وحسام عبد العال. اوكي واكتر لعيب كنت ما بتحبش تلعب قدامه؟ بيضرب بيعمل حريف قوي. ايمن سعيد. ايمن سعيد عنيف جدا. انا ابيض انا سمعت ان هو كان بيدبح يعني. مش ممكن رهيب. في حد تاني غير ايمن سعيد؟ ايمن سعيد معروف جدا يعني، بس في حد لا تاني؟ ككوره بقى كان في حسني. حسني جميل طبعا. جميل حسني عبد ربه كان حاجه ما شاء الله. ده حقيقي جميل يعني. بتفق معاك. طيب جات لك فرصه انك تروح للزمالك مره تانية غير المره اللي انت حكيت لي عليها ولا هي المره دي؟ لا لا هي دي المره، هي دي المره دي. وانت جات لك فرصه انك تروح الاهلي وما حصلش عشان انت زملكاوي ولا؟ لا لا عامه ما حصلتش يعني ما مشيتش بس انت كمان مش عندك مشكله كاحتراف يعني؟ لا الموضوع عادي، كان عادي يعني، كان احتراف عادي يعني. اوكي عيلتكم كلها زملكاويه؟ عيلتنا لا مش كلها. مش كلها؟ لا عبد الستار زملكاوي ساعات واهلاوي ساعات، فهو ايه؟ انا مش عارف يعني. هو طلع في الاعلام قال مره سائل انه اهلاوي ومره زملكاوي، فهو ايه؟ انا بجد والله ابصر ما اعرف اهلاوي ولا زملكاوي بجد. والله العظيم انت ما تعرفش يعني. عامر صبري يعني ما يعرفش. عايز اقول لك حاجه يعني، في ناس تقول لي ابصر اهلاوي قدامك يعني. في ناس بقى تكلمني هو هو ابصر نفسه اصلا ما يعرفش اهلاوي ولا زملكاوي. هيطلع بره بره. والله هو ابصر اهلاوي ولا زملكاوي، هو نفسه ما يعرفش. هو نفسه ما يعرف يعني، احنا قريبين ببعض يعني بتاع، بس ما حدش يعرف. لا والله ما نعرف. تلاقيه بيتكلم على الاهلي كويس قوي، وتلاقيه بيتكلم على الزمالك كويس قوي. ماشي بس يتكلم على اتنين ده عادي، بس ان هو يطلع يعني يتسائل فيقول مره زملكاوي ومره اهلاوي دي غريبه جدا. انا شفت الاثنين. لو حد ساله يقول ما اعرفش. او اسماعيلاوي الفكره يعني. حتى في الكواليس بيننا ومن بعض لا بيتكلم على اتنين كويس جدا يعني. بس هو يعني بص انا اقول لك على حاجه. عمرك ما سالته؟ لا 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 ما سالتوش والله قبل كده. والله انا مش بقول كده عشان انا اهلاوي، بس هو غالبا يعني بنسبه 65% مثلا اهلاوي. والله لا 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 كنت فاكر زي كده. طب وده طلع زملكاوي ليه؟ واخويا تاني زملكاوي. طيب اهو خالي زملكاوي. معش كابول يعني اميل، لو احنا هنحسبها كده اميل انه عبد الستار يكون زملكاوي بما ان العيله فيها زملكاويه كده. اخواته زملكاوي. الله يرحمه والدتي. ايوه بس ما هو والدك اهلاوي. لا هنا نلعب بقى. شفت بقى؟ هنا بقى نتكلم بقى. ماشي والدي اهلاوي. بس انتوا طلعتوا ما انتوا الاثنين زملكاويه اهو يعني. انتوا عندكم انتوا 3 اخوات ولاد؟ 4 اخوات ولاد. 4 اولاد منكم؟ 2 اهلاوي 2 زملكاويه. 2 و2 عشان لو حصل خناقه ولا حاجه انتوا مظبطينها اهو. قال طب ما هو قال اهو 2 اهلاوي 2 زملكاويه. طب عبد الستار فين؟ فحطه فين؟ فاهم؟ ايوه هو اهلاوي. انت بتقول اهلاوي؟ شفت يبقى هو اهلاوي. والله ما اهلاوي. ماشي ماشي طلعت. والله ما اهلاوي. ماشي لا خلاص الحقيقه بتطلع كده. لا والله انا بقول لك والله ما اهلاوي. والله ما اهلاوي. يعني ولا زملكاوي ولا زملكاوي. والله ما اعرف. طيب انت مش مصدقني؟ لا خلاص اصل ازاي مش هبعرف اخويا هتلاقي يعني. والله زي موضوع الاجوال مش قال لك انا 31 جول في لا لا بس ايش فدلوقتي هيقول لك اهلاوي لا زملكاوي. لو رجع بقى ستار دلوقتي عمو دخله قال لك انا اهلاوي يقول لك لا ما انا ما كنتش. طب اقول لك على اقول لك على حاجه حلوه قوي يعني. انا قلت له في الموضوع ده قلت له ابسط مره قلت اهلاوي مره قلت زملكاوي يعني انا ما اعرفش انت ايه. قال لي انا مصري. انت شايف انا بحب المصري. قال لي انت شايف ايه؟ طب انا بس اسالك سؤال. والله العظيم اساله كريم اسالك سؤال بجد. انت ليك اخوات صح؟ طب انت ما تعرفش هو اهلاوي ولا زملكاوي؟ اكيد عارف. بس خلاص من قبل من اول ما اتولدت وانا عارف. هو الفكره يا كريم بيتكلم على الاثنين. انا عندي اخوات كده وكده وعارف مين اهلاوي وزملكاوي. ده بيتكلم كويس على الاثنين. طب ما ايه المشكله؟ ما اخواتي الاهلاويه بيتكلموا كويس على الزمالك واخواتي الزملكاويه بيتكلموا كويس على يعني عادي. بالظبط. بس انت بتقول كده. قال لي طب انت شايف ايه؟ بس اصل بس كده ابصر مش هتجيب منه ولا حق ولا باطل. لا 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 هو على سجيته بس هو طيب قوي يعني تعرف تنكشه يعني. ماشي ماشي خلاص تمام انا هعديها. كل واحد منكم ليه سؤال ليا والتاني
أنا انت هتسألك سؤال؟ سؤال وهتسأل عامر سؤال وعامر هيسألك سؤال وهيسألني سؤال. ماشي هسألك انا دلوقتي سؤال بس ترد بصراحة. لا لو هو نفس السؤال اللي هو بتاع اكيد مش هقولك يعني. ازاي عشان انا بطلت. بطلت ايه؟ اقسم اقسم بالله كمان مرة انا بطلت. شفت بطلت ايه؟ ما انت لسه قايل لي في الفاصل انت ايه. بس انا مش هينفع اقول. لا قول انا قلت لك ايه. لا مش هينفع طبعا. عامل لك مشكله. لا ليه؟ انت لازم. انا قلت لك مش هينفع خلاص. ما يبقى الناس كلها سامعه. ولو انا اقول في الفاصل بس ثانيه واحده محدش هيسمع. لا هم سامعوا. مش انتوا بتسمعوا يا شباب كل حاجه بتقال هنا اهو. ايوه هم هيسمعوا كل حاجه انت قلتها اتسجلت يا شيكو. والله هتعمل زي البرامج اللي هي بتطلع فيديوهات. ايوه الله ينور عليك. شفت بقى حاجه ما ينفعش. انت في نعيم بسببي. طب قول غير السؤال ده. ما هو ده اهم سؤال لي. ليه على فكره ما انا بقول لك اهو والله بطلت فمش هتلاقي يعني. طيب مين من وجهه نظرك ما هو سؤال يعني عادي بروحين يعني احسن مدافع في تاريخ مصر واحسن مدافع في تاريخ مصر. احسن مدافع واحسن مدافع مهاجم. مهاجم مهاجم احسن مهاجم بلا نقاش حسام حسن بالنسبه لي. حسام حسن رقم واحد في كتير جدا عبقره بس حسام حسن طب. احسن مدافع من وجهه نظري في تاريخ مصر ابراهيم سعيد. اتفق معاك في الاثنين بنسبه كبيره في الاثنين. ماشي اسال بقى عامر. طب خلي عامر يسالك شويه الاول. طب اسال انت اول سؤال وبعدين تفكروا لبعض. انت رؤيتك ايه في الكره المصريه؟ يعني انت شايف الكره المصريه فين ولا الكره المصريه مش هتتغير غير لو الشباب خدوا اماكنهم. بمعنى ان كل حاجه ليها علاقه بالكره المصريه بنتكلم في اعلام في اداره في تدريب في اتحاد كوره في اي حاجه الشباب ياخدوا مكانهم. الشباب دول اللي هم متعلمين ومتنورين وعندهم افكار وعندهم طموحات وجعانين نجاح ومش بيفكروا في مصالح شخصيه بس ياخدوا مساحتهم وياخدوا ادوار حقيقيه يعني ياخد قرار يتعمل ساعتها والله ننط 10 سنين قدام. ننط 10 سنين مره واحده لو الناس خدت مكانها. غير كده طول ما انت بتدور في نفس الدايره بنفس الوشوش بنفس كل حاجه مش هنتقدم. بس وده اللي انا شايفه. بس الموضوع ببساطه جدا ما فيهوش يعني تفاصيل كتير. بس اسالوا بعض بقى. عندك سؤال ولا اسالك انا الاول؟ انا ممكن اسالك انا. يلا. لا سؤال سهل. ايه اكتر قرار ندمان عليه في حياتك خدته ندمان عليه؟ اكتر قرار اخدته انت ندمان عليه في حياتك؟ الاعتزال باللعيبة انا بشوفها دلوقتي. كان ممكن تكمل. طبعا. حلو. اسألوا انت بقى يا عمرو. الاعتزال. اسألوا انت. اسألك ايه. خلاص ما عندكش حلو. ايه? لو ما عندكش سؤال عادي قول لنا. لا ما عنديش سؤال لي. لا خلاص. ليه ما كانش عندك عزيمة ان انت تكمل كرة? ان انا اكمل كرة? ما انا قلت لك هي الظروف ما ساعدتنيش. بغض النظر عن الظروف. لا هي الظروف حظك وحش يعني. لا الظروف ممكن لما ممكن اعاند واعافر واروح وبتاع واقعد الاسبوع. حسيت ان انا زي ما قلت حسيت ان انا هتبهدل يعني. فانت مش بتاع بهدل. لا بس طب اخر حاجه بقى قبل ما نختم رساله لمجهول. عندك رساله لحد فيها اعتاب فيها زعل فيها بتصالحه فيها حاجه لاول مره تقولها عندك ما عنديش مشاكل مع حد. مش لازم يعني مشاكل. انا بقولك تصالح تعاتب اي حاجة نفسك تقولها لحد مجهول من غير ما تقول لي اسمه. انا هبقى اتوقع انا والناس بعدين. قولي رسالة 30 ثانية. انا فلان زعلان منك علشان انت عملت معايا موقف مش اللي هو وعمري ما هنسالك الموقف ده ولما اشوفك في اي مكان مش هسلم عليك. السلام عليكم. انا كده ما عنديش الاوبشنز. ما هو انا كده ما عندكش. والله لا حتى لو عادي. انا زعلان من حد لا انا مش بشيل يعني للدرجه دي. مش لازم كده. انا على فكره يعني ممكن يكون في شخص من في يوم من الايام ضايقني مثلا في حياتي او في شغلي مثلا واستغل ان هو مثلا موجود في او صاحب سلطه في الشغل ده. ايوه وضايقني يعني اتحكم فيك او اتحكم في مصيرك في حاجة وكنت صحاب المفروض وموقفش جنبك. مش موقفش ما عملكش اللي المفروض كان يعمله لو هو ما يعني ما صبرش او عاتب. اوكي. لان انت لما تكون انت وصاحبك ويحصل بينكو اي موقف حتى لو الشخص اي حد منكو
عمل الوحش مثلا الطبيعي ان انتوا تتعاتبوا. عاتبته؟ مش بنسبه كبيره يعني. واجهته يعني قلت له انا زعلان منك عشان كده؟ هو واجه وانا واجهت و... بس خلاص يعني انا تمام، انا يعني دلوقتي مبسوط في حياتي. ده كان وانت بتلعب؟ لا بعد ما بطلت. من وقت قريب. من وقت قريب. وهو كان لعيب كوره زيك؟ معروف يعني قصدي في المجال. اوكي ماشي خلاص، الناس هتتوقع مع نفسها. ماشي صعب. ما عندكش اي حاجه؟ ما عنديش والله. مدرب زعلك؟ هو لا، حد عايز تصالحه؟ في لا في يعني في حد في المنظومه الرياضيه بقى بغض النظر عن رئيس نادي، مدرب، مساعد مدرب، كان ليه دور كبير قوي في ان انا اتجاه الاعتزال يعني. كنت مستني منه حاجه، لقيت منه رد وما حصلش رد فعل. لا مش ما حصلش رد فعل رهيب يعني، كان بيحصل معايا حاجات عارف اللي بيتلكك لك او بيستنى لك على الغلطه. فهمت هو بيعمل كده ليه ولا ما فهمتش؟ انا فاهم الاول. انت عارف اصلا السبب وعارف كل حاجه؟ لا طبعا. بس سالته كده؟ سالته؟ لا طبعا ولا اساله لانه هو عادي. ولا عاتبته ولا قلت له انا مش فاهم انت عملت كده ليه؟ لا عاتبته طبعا. عاتبته واشتكيت والدنيا وبتاع. قال لك ايه؟ ما ليش حاجه، عادي عادي بالنسبه له الدنيا عادي. ده كان مسؤول في حته انت كنت بتلعب فيها؟ والناس عارفاه يعني طبعا. الناس في الوسط عارفاه يعني طبعا. والناس وقفت جنبه برضو وقف صفه؟ لا عادي، هو برضو الناس عادي بالنسبه له يعني. قصدي لما حصل كده واشتكيت وكده وقف في صفه هو؟ عادي الموضوع مشي عادي برضو. لما الموضوع كني لم يكن حاجه يعني مفيش اي حاجه. لا خالص. ما هو تقول له ايه طيب يعني؟ لا الله يسامحك يعني. بس كده. بس ماشي، انا خلصت خلاص. انا لازم اشكركم شكرا جزيلا على وجودكم معايا. شيكو انا بشكرك جدا، بتمنى لك كل التوفيق ونورتني النهارده وسعيد جدا بوجودك معايا، وان شاء الله دايما كده نلتقي على خير ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا محمود شيكو. عامر بشكرك جدا على وجودك معايا، نورتني، بتمنى لك كل التوفيق حبيبي يا كيمو. بشكرك شكرا جزيلا. انا عايزك حبيبي يا كيمو. محمود شيكو واحد من نجوم الدوري المصري، وعامر صبري واحد من نجوم الدوري المصري، كانوا منورينا النهارده في الاستاد على نجوم افام ونجوم افام تي في. بكره ان شاء الله الاعاده الظهر على نجوم افام تي في الساعه 12 الظهر، والاسبوع الجاي نبقى معاكم على الهواء مباشره في الاستاد على نجوم افام ونجوم افام تي في. هسيبكم مع اخر اغنيه، خليكم دايما على نجوم افام. تصبحوا على خير. كنتم مع في الاستاد مع كريم خطاب على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.